بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم الاحد، تاني ايام الاسبوع الرياضي كالعاده باذن الله لمده ساعتين نتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا جوه مصر او بره مصر. جوه مصر في اول ظهور للتوام حسام وابراهيم، وبعد ساعه او ساعتين من تعيينهما كمسؤولين عن اداره المصري البورسعيدي، المصري يمر من المنصوره من دور 32 الى دور 16، وفي غياب بيتسو موسيماني وتحت قيادة سامي أمصان، الأهلي يمر بصعوبة أمام المصري بالسلوم بهدف دون مقابل سجله أحمد عبد القادر. أما على مستوى الزمالك فبيستعد بقائمة بتضم 11 لاعبا من الشباب فريق الأمل لمواجهة الداخلية في نفس الدور من بطولة كأس مصر للموسم الحالي، مش الموسم اللي فات عشان ما تتلخبطش. أما على مستوى الكرة المصرية في الخارج فإيهاب جلال الكل انتظر رد فعله بعدما ثار من جدل واسع طوال الساعات الماضية، وبالأمس وصل إلى كوريا الجنوبية، فتح الموبايل، بص على النوتيفيكيشنز، امتعض قليلا ثم هدأ وقاد مرانه الأول تحت أنظار اللاعبين اللي مركزين وعليهم دور مهم جدا في مواجهة كوريا الجنوبية حتى وإن كانت ودية. تفاصيل كثيرة جدا في الماتش بعد ثوان قليلة في حلقة هينورنا فيها هيثم عرابي المدير الرياضي الجديد لنادي أسوان الصاعد حديثا من جديد للدوري المصري الممتاز. تخليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الأهلي منذ قليل التقى مع المصري بالسلوم، وفاز الأهلي بهدف سجله أحمد عبد القادر في الشوط الثاني من المباراة. انتظر الأهلي تقريبا ساعة من مدة المباراة علشان يسجل هدف التأهل إلى دور 16 من مسابقة كأس مصر في النسخة الحالية للموسم الحالي من البطولة. في المباراة اللي قبلها كان المصري البورسعيدي بيحاول تأخره أمام المنصورة اللي وحشنا قوي قوي في الدوري الممتاز بهدف، إلى فوز بهدفين في ليلة تنصيب الكابتن حسام حسن من جديد مديرا فنيا لفريق المصري البورسعيدي. الأهلي في مباراة النهاردة الكل كان بيستنى المعسكر ينضم إليه بيتسو موسيماني اللي رجع القاهرة مبارح بالليل واجتمع مع الكابتن محمود الخطيب والأستاذ ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم في النادي الأهلي، لكنه لم يحضر إلى المعسكر ولم يحضر إلى المباراة، فقادها الكابتن سامي أمصان في لقطة بعيدا عن الأسباب. قبل ما نخوض في الأسباب تبدو منطقية، مدرب بيقود الفريق بقاله تقريبا 10 أيام، هو اللي بيدربهم، هو اللي عارف حالتهم البدنية، هو اللي عارف حالتهم الفنية، فقادهم في لقاء غاب عنه المدرب اللي وصل امبارح بالليل بعد رحلة طويلة من الرحلات المكوكية بين جنوب أفريقيا والمغرب ودورات تدريبية وغيرها من الأمور. ده المنطق، لكن بحاولنا نسأل ليه غاب موسيماني النهاردة بالنظر لأنه كان متوقع أنه يحضر المباراة النهاردة وهو اللي يديرها، فكانت الإجابة كما توقعنا أنه الإرهاق هو سبب غياب بيتسو موسيماني عن المباراة. فاز في النهاية الفريق اللي بيدربه الكابتن سامي أمصان الأهلي، وخسر المصري بالسلوم اللي بيقوده الكابتن أحمد عبد الرؤوف، وأحييه قوي هو وكل لاعبيه. برافو برافو، لأن أنتوا من بداية المباراة لآخرها فريق متماسك إلى أبعد حد ممكن. الأهلي غايب عنه لاعبين، لكن ده الأهلي، القوام اللي بيشارك النهاردة سواء من الأساسيين أو من البدلاء كلهم لاعيبة صف أول في الأهلي. فالأداء اللي قدمه النهاردة المصري بالسلوم من الثبات، من الانضباط، من حتى محاولة إصلاح الأخطاء اللي بيقعوا فيها، من حتى الارتباك اللي بيحصل أحياناً فمحاولة تفويق النفس عشان يبقى الفريق محافظ على نفسه، من محاولة بناء الهجمة أو التحول من الدفاع للهجوم علشان يطلق تصويبات تألق مصطفى شوبير في صدها حوالي 3 تصويبات أو 4. كل التحية للكابتن أحمد عبد الرؤوف ولاعيبة المصري بالسلوم، وهارد لك. مبروك للأهلي اللي كسب المباراة في النهاية. محاولات في الشوط الأول لم تثمر عن فرص خطيرة، حسام حسن ومحمد شريف تجاورا في هجوم الأهلي، محمد شريف حاول، حسام حسن حاول، الاتنين ما كانوش بالتوفيق المنتظر منهم على مستوى الخطورة على مرمى المصري بالسلوم، لكن جاء الهدف في النهاية من خلال أحمد عبد القادر اللي أكمل المباراة حتى نهايتها. مع تليفون نجم كبير من نجوم الكرة المصرية وهجوم النادي الأهلي السابق الكابتن علاء إبراهيم. كابتن علاء أهلا بيك، منورنا. أهلا، إزيك يا حبيبي، أخبارك إيه؟ أخبارك يا كابتن، كويس؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. مبروك للأهلي الفوز. شفت إزاي المباراة قدام المصري بالسلوم؟
اولا لو هنتكلم عن النادي الاهلي، انت عارف يعني بعد اخفاق دايما بيبقى الدنيا مش مظبوطه شويه، ايوه بيبقى في عدم ثقه شويه. في لعيبه شفناها النهارده برضو ظهرت بشكل كويس. مين اللي عجبك من اللعيبه اللي ظهرت بشكل كويس؟ انا شايف زياد طارق ماشي بشكل كويس جدا. أيوة. محتاج فرصه ويعني محتاج ياخد فترات كبيره مع رجوع النادي الاهلي ان شاء الله بامكانياته بثقته ان شاء الله يبقى حاجه كويسه جدا. كريم فؤاد يعني ظهر بشكل كويس جدا. انا عندي ثقه في الولد ده، لعيب كويس. انا شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله يستفاد منه على الفترات اللي جايه باذن الله. باذن الله. على مستوى الهجوم، الاهلي النهارده سجل هدف واحد مع عده محاولات، لكن الهدف جه بس عن طريق احمد عبد القادر. شفت ازاي الهجوم بتاع الاهلي النهارده؟ يعني شوف، يعني خلينا نتكلم منطقي شويه. النادي الاهلي عنده مشكله في الناحيه الهجوميه في الفينش، محتاجه يعني شغل تخصصي كتير قوي، محتاج شغل كبير جدا. انا كنت سامع ان هم هيجيبوا حد للحته دي بالذات من اللعيبه القديمه للنادي الاهلي اللي ممكن تفيد المهاجمين يشتغلوا معاهم بشكل تخصصي قوي. ايوه اعتقد الفتره الجايه لو اشتغلوا تخصصي شويه على الفينش ممكن نشوف النادي الاهلي بنتائجه، لان النادي الاهلي كل مباراه بيضيع فرص كبيره جدا. ايوه النهارده في عدم ثقه شويه من حسام حسن، خامه كويسه، خامه جيده، ممكن نستفاد منه الفتره اللي جايه باذن الله. طيب النهارده بنشوف عوده عدد كبير من اللاعبين اللي بقى لهم فتره طويله غايبين. بنتكلم على محمد محمود بيشارك تقريبا 70 دقيقه من المباراه، بدر بنون بعد غياب ممكن نقول 5 أو 6 شهور. بنتكلم على محمود متولي اللي بقى له تقريبا سنه الا كم يوم بيغيب عن المشاركات. شفت ازاي عوده اللاعبين دول للمشاركه؟ انا شايف ان محمد محمود لعيب كبير. انا شايف يعني حاجه محترمه جدا الحقيقه، يعني اللعيب الواد ده يعني لا لعيب كبير. لعيب عنده كوره وعنده ثقه، وحظنا وحش احنا كنادي اهلي ان الاصابات الكتيره اللي جات له، لكن اعتقد ان راجع بشكل كويس. أيوة. محمود متولي برضو من الخامات الكويسه جدا، من اللعيبه برضو واللعيبه المحترمه. اعتقد برضو رجوعه هيدي تقل كبير جدا في الحته اللي في نص الملعب والحته المساكين. بدر بنون برضو اضافه كبيره جدا بعد الغياب اللي غابه دوت، يعني اعتقد حوالي 6 شهور. يعني اعتقد بدري برضه هيظبط لنا الحته اللي ورا دي مع عبد المنعم، مع ياسر، مع ايمن اشرف، مع ربيعه برضه النهارده بشكل كويس. لكن خلينا نتكلم بشكل منطقي، دايما الفرق اللي بتيجي من تحت الممتاز دي في ماتشات الكاس بيبقى عندهم روح وقلب، اللعيب بيطلع كل حاجه عنده. يعني برضه المباريات دي بتبقى مباريات صعبه، مش سهله. لو بصيت لكل المباريات الكاس الممتاز دي هتلاقي صعبه. النهارده اتفرجت على ماتش المنصوره والمصري. ايوه المنصوره احرج المصري وكان كسبان 1-0 للدقيقه 66. يعني المباريات دي ما تبقاش يعني لها مقاييس، اللعيبه اللي جايه من تحت دي بيبقى عندها روح وقلب، بيطلعوا كل حاجه عندهم. ايوه فالمباراه دي بتبقى مباريات صعبه يعني. صح مظبوط. طيب النهارده المباراه قادها الكابتن سامي قمصان في غياب موسيماني اللي لسه راجع امبارح الى القاهره. شفت ازاي اداره الكابتن سامي قمصان، وشايف ازاي موقف موسيماني في الفتره المقبله كابتن علاء؟ هقول لك على حاجه وان شاء الله هتتاكد منها الفتره اللي جايه. سامي قمصان هيبقى من اهم وافضل مديرين الفنيين في مصر. ليه؟ بناء على ايه التنبؤ ده او الرؤيه دي؟ هسجلها. ما انا بقول لك سجلها عندك. انا بقول لك سامي قمصان هيبقى من المديرين الفنيين الكبار جدا في مصر. او اعتقد ان النادي الاهلي بيعدوا انه يبقى يعني مدير فني النادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله ما تكونش طويله قوي، لان ان شاء الله انا شايف ان سامي قمصان من المدربين الكبيره جدا المجتهده. حقيقي مجتهد جدا طبعاً، وعلاقته ممتازه باللاعبين وافكاره كمان بتبان في التدريبات، وبالتالي اتبسطنا ان احنا شفناه النهارده كبيقود الفريق. سامي مدير فني كبير، سامي مصعب حرس الحدود للممتاز، خلي بالك عشان حد ناس تكون نافيه ولا حاجه. مظبوط. سامي قمصان مدير فني كبير من قبل ما يستاهل، وكان ماسك فرقه ال 2097 في الاهلي، وطلع منهم ناصر ماهر ورمضان صبحي، كل دي مطلعهم سامي قمصان عشان الناس بس يعني تكون ناس مش فاكره سامي قمصان عامل ايه في النادي الاهلي. مظبوط. النادي الاهلي معظم اللعيبه دي اشتغل معاها في 97. ايوه من المدربين الفريين ان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كبير ان شاء الله. موسيماني يعني في علامات استفهام كبيره. شايف رجوعه الفتره دي ممكن يبقى في تغيير بعد اللقاءات والاجتماعات اللي اتعملت مع كابتن خطيب ولجنه الكوره
وشركه الكوره، اعتقد هنشوف حاجات تغيرات في الجهاز الفني بقى في الشغل نفسه. انا شايف النهارده النادي الاهلي واقف على رجليه، اكتر فرقه اكتر ماتش يعني اتبسط من الجاري. انا النهارده كريم فؤاد، انا بقيس كريم فؤاد ليه؟ لان كريم فؤاد في انبي ما كانش بيبطل جاري، كان كان يعني شايل قلبه زي ما بيقول. فشفت الفتره اللي فاتت، لا مش ده كريم فؤاد. يعني في هدف كده جه في النادي الاهلي مع تغطيه، يعني الواد مش قادر ياخد نفسه. النهارده ما شاء الله واقف على رجله. انا شايف لا في تغير كبير في مستوى النادي الاهلي في الناحيه البدنيه. اعتقد النادي الاهلي اتكلم، واعتقد ان في حد اعداد تقريبا جايبه معد بدني اعتقد من الشعلالي ده سمعت. اعتقد الحته دي ناقصه النادي الاهلي، وان شاء الله هتفرق معانا الفتره اللي جايه باذن الله. طيب احب اسمع رايك برضو كابتن علاء في سياق اخر عن المنتخب الوطني وقصه الكابتن ايهاب جلال. اتحاد الكره اكد دعمه الكامل للكابتن ايهاب جلال في مباراه كوريا الجنوبيه، واكد انه ما اتفقش على اقاله الكابتن ايهاب جلال، وانما كان بيتكلم على سير ذاتيه تحسبا لاي موقف طارئ في الايام اللي جايه. شوف يعني احنا عندنا مشكله فنيه، عن ماتش اثيوبيا الحقيقه كان المنظر يعني لا يرضي حد. ايوه، لكن مش كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال من احسن المدربين الفنيين في مصر، ويستحق انه يقود المنتخب لو انت بتفكر في مصر. لكن المنظومه نفسها احنا عندنا مشكله. يعني لو بصيت لي الاداء النادي المنتخب الفترات القديمه مش اداء مقنع. مش اداء يعني، لكن هو المدربين الاجانب بيقدروا بيشتغلوا بالحته الدفاعيه دي على قدرات اللي موجوده. عشان كده كان كيروس، عن كده كوبر كان بينجح بالنتائج دي. خلي بالك احنا لو بصينا في افريقيا، وصلنا نهائي افريقيا بالحق بالدفاعيه. كابتن هاب يعني يمكن جاي بشكل كويس، جاي عايز يعمل حاجات كتيره، مش ده وقته لسه. احنا محتاجين ثقه شويه في النتائج مع الاداء، ممكن يتطور الفترات اللي قادمه باذن الله. بشكرك جدا كابتن علاء ابراهيم نجم الكره المصريه السابق، نورتنا وشرفتنا كالعاده من خلال ارائك المختلفه. النهارده الاهلي بفوزه على المصري بالسلوم بيتاهل لدور ال 16، لينتظر القرعه لا تحدد مين هو الطرف الاخر اللي هيواجه الفريق الاحمر. في قرعه هتتحدد بعد ما تختتم مباريات هذا الدور، وغدا يلتقي الزمالك مع الداخليه. تشكيله الكابتن سامي قمصان النهارده كانت كالتالي: مصطفى شوبير هو اللي حرس المرمى، برافو مصطفى، برافو، لانه خطوره المصري بالسلوم كانت في التصويبات، وما بين الشوط الاول تصويبه والشوط الثاني ثلاث تصويبات، وفي اغلبها كان تمركز مصطفى شوبير ممتاز، وبالتالي منع خطوره على مرمى الاهلي اما بصده كامله او بتحويل الكرات الى ضربات ركنيه. محمد هاني جاور رامي ربيعه في قلب الدفاع، كريم فؤاد ومحمود وحيد على الطرفين. محمود وحيد هو المتخصص الكرات الثابته مش مره واحده بل اثنين بل ثلاثه في اللقاءات حتى السابقه. احمد نبيل كوكا لعب في نص الملعب وبجواره محمد محمود في ثنائيه في خط الوسط غير معتاده ما بين غيابات للاصابات او غيابات للدوليين المشاركين مع منتخباتهم ما بين مصر ومنتخبات اخرى افريقيه. على الطرفين زياد طارق واحمد عبد القادر، برافو زياد على مستواك، لانه اولا لعيب مهاري، ثانيا مش فردي، يعني بيحاول ان هو يبقى جماعي، بيحاول ان هو يحرك زمايله، ادى محاولات كتيره لحسام حسن ومحمد شريف، فبرافو قبل ما يخرج مستبدلا في الشوط الثاني من المباراه وينزل مكانه صلاح محسن. محمد محمود اللمسه كويسه جدا، لكن لسه مفتقد اكيد للياقه الفنيه بتكلم والبدنيه، انما اللمسه بتقول ان هو لعيب جاي و70 دقيقه دي حاجه كويسه جدا على مستوى المشاركات. خرج هو خارج كان متضايق شويه ان هو خارج، نزل مكانه محمود متولي لعب في نفس المكان في نص الملعب. قدام كان حسام حسن ومحمد شريف، والكلام على حسام حسن شايف الناس متضايقه قوي، اللاعب غير موفق، فرصتين ممكن كان في تصرف اذكى، كان في تصرف ممكن يكون ادق، لكن ده لا يقلل من خامه جيده. وحسنا فعل الكابتن سامي قمصان من وجهه نظري انه صبر على اللاعب، ولما خرج محمد شريف، رجليه في الملعب، حسام حسن فرصه قد لا يجدها كثيرا لانه النهارده موسيماني مش موجود، فانا اللي موجود فهلاعبك، وحتى لو ما كنتش موفق فهتكمل. فاعتقد انه تعامل بذكاء شديد وبانسانيه كمان وبرؤيه فنيه الكابتن سامي قمصان مع حسام حسن انه يديله فرصه يكمل علشان ياخد ثقه افتقدها كثيرا في المرحلة الماضية. النهاردة ما كانش موفق قوي، لكن تحركات كتيرة، مجهود وفير، وهي بتيجي بعد كده بما ان الخامة نفسها جيدة فيما يخص حسام حسن. محمد شريف لما خرج
كان برضو متضايق شوية وهو خارج، لكن طبيعي التغييرات تجرى وطبيعي اختيارات المدرب، فالرغبة بتبقى في المشاركة طول الوقت، لكن دي كرة القدم واحترام آراء الجهاز الفني. المصري بالسلوم لازم نعرض تشكيل الفريق، لأنه تحية لكل هؤلاء الرجال. بطريقة 4-1-4-1 كان بيلعب النهاردة أحمد عبد الفتاح، تألق طول المباراة، لم يستقبل إلى هدفا، ولكن غير الهدف ده عدة محاولات أهلاوية حمراء نجح في التصدي إليها، سواء في عرضيات أو في تصويبات. طبعا ده حارس المصري البورسعيدي السابق أحمد علي وأشرف أنور في قلب الدفاع، محمد عبد الله وباسم عبد العزيز على الطرفين، باسم عمل مباراة كويسة قوي، حسين عماد وعبد الرحمن حماد في نص الملعب، أحمد فؤاد برضو برافو عليك على مستواك النهاردة، على الطرفين النيجيريين كاظم باليمو وموسى إبراهيم. إبراهيم ده 19 سنة، لعيب نشيط قوي، واضح كمان أنه عنده فرصة للتطور. وفي المقدمة عمرو ناصر مع تغييرات الغرض منها كان محاولة تنشيط الناحية الهجومية، ولكن لم ينجح بها المصري بالسلوم في تسجيل أي هدف. تاني برافو لعيبة المصري بالسلوم، وبرافو الكابتن أحمد عبد الرؤوف، المدربين المصريين اللي بيدرسوا وبيثقفوا نفسهم وعندهم رؤية وعندهم رغبة في التطوير يستحقوا دايما الإشادة. الكابتن أحمد عبد الرؤوف النهاردة بفريقه التمريرات وقت ما الكرة بتكون في حوزتهم لما بيقطعوها مصممين ان هم يحاولوا يبنوا الهجمة، بيتحركوا لبعض تحركات كويسة، بعض الارتباك كان بيبقى موجود على الفرقة فالكرة بتتقطع، التسرع شوية في ان هم يتنقلوا من الدفاع للهجوم أفسد بعض المحاولات، ولكن ده ما يمنعش ان الفرقة كلها بتتحرك على مستوى الضغط كويس، على مستوى الحماس كويس، على مستوى الانضباط التكتيكي كويس. فبرافو كابتن عبد الرؤوف، وبطلب من اي حد انه يدعم اي تجربه مدرب شاب في بادره امل، ده لان احنا ده اللي محتاجينه في الكره المصريه، ومحتاجين اي حد بيفكر واي حد بيحاول انه يطور من نفسه. فبرافو كابتن عبد الرؤوف، مبروك للكابتن سامي قمصان الفوز المستحق في النهائي. الناحيه الثانيه كان المصري البورسعيدي والمنصوره على الجانب الاخر، سريعا جدا تشكيلهم كالتالي. فريق المصري البورسعيدي ونتائج غير مستقرة، رحل معين الشعباني وجاء الكابتن حسام حسن، فأعلن تشكيلته بعصام ثروت في حراسة المرمى، إسلام أبو سليمة وعمر موسى، هيثم العيوني في المركز الأكثر غموضا في الفريق البورسعيدي، مين يلعب ناحية الشمال؟ هتلاقي كل مباراة غالبا اسم جديد. كريم العراقي ناحية اليمين، كان أهدر فرصة خطيرة للتقدم في الشوط الثاني أو تألق فيها حارس مرمى المنصورة. إيزي أميكا اطرد في الشوط الثاني من المباراة، فريد شوقي جاوره، على الطرفين محمد جريندو، إلياس الجلاسي وعموري. الحمد لله على السلامة عموري، بقالك كتير ما بتشاركش، وأوستن أموتو في المقدمة. جريندو هو اللي سجل التعادل من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه بعد التقدم من ضربة جزاء للمنصورة عن طريق أحمد عبد العال، قبل ما ينجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز في النهاية. أما الناحية الثانية فالمنصورة، عاطف نصحي هو حارس المرمى، ما ننساش الاسم ده لأنه حتى من كام سنة كده كان تألق في ضربات جزاء نفتكرها، حازم هاني وأحمد أمين، عبد الرحمن حسان والسيد عوض، كريم بدير وأحمد عبد العال صاحب الهدف، وإسلام مرزوق في نص الملعب، محمد عادل، ضياء السيد، مجدي عفروتو أو محمود عفروتو في المقدمة. وحشنا قوي قوي المنصورة، مهما كانت حالته دلوقتي ولا من سنتين ولا ثلاثة، المنصورة كفريق تفتكر بيه ذكرياتك مع كرة القدم المصرية، تحب انك تشوفه بتشيرت اللون بتاعه، بذكريات بقى النجوم الكبار، بذكريات الماتشات الحلوة اللي كانوا بيعملوها قدام كل الفرق، والتنافس دائما على مستوى الدخول في المربع الذهبي او المنافسات قوية. مبروك للمصري البورسعيدي، تأهل مستحق رغم صعوبته أمام النصري المصري المنصورة إلى دور الـ16 من المسابقة. طيب خليني أروح معاكم للمنتخب شوية، وهندخل طبعا هنرجع للأهلي كمان شوية والمصري بالسلوم وكمان المصري والمنصورة. منتخبنا الوطني النهاردة قاد المران الكابتن إيهاب جلال بعد ساعات قليلة من الوصول إلى كوريا الجنوبية في رحلة امتدت لأكثر من 10 ساعات. كابتن إيهاب جلال أول ما نزل المطار عرف بالأخبار الكتيرة قوي اللي حصلت امبارح، ما بين إقالة على الهواء، إقالة مشروطة يعني بأنه في حالة الخسارة، ما بين بيان لنفي خبر الإقالة،
ما بين ردود فعل من هنا وهناك، ما بين انتقادات واسعة لكيفية إدارة الكرة المصرية، ففوجئ بهذه الأمور، اتعصب شويتين شويتين دول اللي هم على مستوى نفسه، كان باين قدام الناس إن هو متضايق، لكن لما راح هو كالعادة هادئ جدا وما بيبينش عصبيته، هدأ وقاد المران في النهاية الكابتن إيهاب جلال. وأنا بقول له رسالة مهمة جدا، كابتن إيهاب أنت الآن المدير الفني لمنتخب مصر، ممكن يبقى عندنا انتقادات، ممكن يبقى عندنا آراء فنية، لكن ده لا ينفي أبدا إن كل الدعم غير المشروط ليك في مباراة كوريا الجنوبية وفيما بعد مباراة كوريا الجنوبية وطوال وجودك كمدير فني لمنتخب مصر، اللي أعتقد إنه ممكن يبقى أطول من مباراة كوريا الجنوبية حسب ما بيؤكد اتحاد الكرة، ودي هنروح لها كمان شوية. لكن أنت مدرب كبير، أخلاق كبيرة، محترم جدا، وكل الدعم ليك من أي مصري، من أي مشجع لمنتخب مصر، من أي حد بيشجع المنتخب، لأنك على رأس هذا المنتخب، فمن حقك أنك تبقى زعلان، من حقنا نبقى زعلانين على المستوى عادي، لكن أنت كشخص وكمدير فني لك كل الاحترام والتقدير. ننتظر منك مباراة كبيرة إن شاء الله قدام كوريا الجنوبية، وننتظر من لعبتك ان هم يكونوا رجاله وقد المسؤوليه. هي مباراه وديه، اعتدنا ان الماتشات الوديه بتسبق الرسميات، احنا المعسكر ده ماشيين بالعكس، لعبنا رسميتين ثم الوديه، لكن الوديه دي لابد ان تعامل منك ومن لعبتك معامله الرسميات، علشان منظر منتخب مصر، وانتوا علشان مدربكم اللي بعتوا له رسائل دعم بحييكم عليها، لكن الاهم من رسائل الدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تدعموه داخل أرض الملعب، وأن قبل ده كمان تدعموا اسم المنتخب اللي أنتوا بتمثلوا فيه ملايين الملايين، يعني 100 مليون مصري بيشجعكم عشان أنتوا بس لابسين شيرت منتخب مصر، فكونوا قد المسؤولية دي، وكونوا قد مسؤولية اختياركم من جانب هذا الرجل. معنا على التليفون الكابتن هشام عبد الرسول، نجم الكرة المصرية السابق ونجم منتخبنا الوطني الأسبق. كابتن هشام أهلا بيك منورنا. أهلا بيك يا هاني، ومساء الخير عليك وعلى أسرة البرنامج وعلى السادة المشاهدين. مساء الفل، وحشنا أولا. ثانيا أحب أعرف رأيك في كل اللي دار من الساعات اللي فاتت لحد النهاردة. اولا بشكرك على المداخله اللطيفه دي منك. شكرا لحضرتك، ومفيش شك طبعا ان كلنا بنهتم في الدرجه الاولى بمنتخبنا، منتخب اللي بيمثل مصر، اللي بنحب دايما نشوفه في مكانه كويسه وبصورته اللي هي بتمثل مصر، اسم مصر خلال تاريخه الطويل، وكقائد للكره الافريقيه وكمؤسس الاتحاد الافريقي وكزعيم القاره الافريقيه على مستوى المنتخبات وكبطولات للامم الافريقيه وعلى مستوى الانديه كبطولات للانديه الافريقيه، سواء الابطال او الكونفدراليه او بطوله الكاس زمان مسماها القديم او حتى السوبر الافريقي، فشيء يعنينا جدا اسم مصر ومكانتها، وانها تبقى في مصاف في طليعه الدول الافريقيه. أيوه. بالنسبه للمستوى الافريقي يعني ما في شك طبعا احنا كلنا تابعنا المباراتين اللي تولى فيهم الكابتن إيهاب جلال قيادة المنتخب المصري، ومش عايز أخوض في تفاصيل كتير في الحقيقة هاني، إنما هو اتحاد الكورة طبعا في اختياره ما قالش إيه المعايير اللي بناء عليها تم اختيار المدير الفني، غير إنه هو عايز مدرب وطني. ولما اختار مدرب وطني قال إن الأنسب هو الكابتن إيهاب جلال. ما هو الأنسب بيكون بمعايير يا هاني بعد إذنك يعني. لا مش بعد إذني، ده طبعا اتفضل، أحب أسمع جدا. في معايير. انا من المؤيدين جدا لمنتخب المدرب الوطني. ايوه، وبحب جدا المدرب الوطني وكل ثقه فيه يعني. واقاله حسام البدري كابتن حسام كانت خطا من الموجودين ساعتها والمسؤولين على اتحاد الكره المصري. لو انت تفتكر معايا كابتن حسام لعب مباراتين، كسب المباراه الاولى وتعادل المباراه الثانيه خارج ملعبنا. ايوه، ما كانش في داعي للاقاله خاصه مع ضعف المجموعه اللي كانت هتوصلنا في النهايه ان احنا نقابل السنغال. أيوه. زي ما قابلناها في المباراه النهائيه للتاهل لكاس العالم. ولم يحالفنا التوفيق فيها يعني. تمام. بعد كده الاتحاد المجلس ده الاتحاد الجديد طبعا مع كروش عدم استمراره، وهو الراجل ابدى عدم استمراره وعدم تواجده في الفريق بعد يعني الملاحظات وعدم تاهل مصر لكاس العالم، مش عدم فوز مصر ببطوله افريقيا. ايوه،
فقال لك انا هجيب مدرب وطني. اوكي مفيش مشاكل، خطوه جميله جدا من الاتحاد. طب المدرب الوطني ده ايه معايير اختياره؟ لو المرحله السنيه بتاعته، انا اسف بقى في الكلام يعني، لا ايهاب قريب من حسام حسن، قريب من هاني رمزي، قريب من طارق العشري مثلا يعني. انا بدي امثال مع احترامي لكل المدربين المصريين. لو على الخبرات الدوليه، لا مش متواجده حسام حسن خبرات دوليه اكتر. على الاقل الراجل قد منتخب الاردن، وصل لمباراه نهائيه مع منتخب اوروجواي كلنا فاكرينها، وراجل خبراته الدوليه كلاعب كبيره جدا. طارق العشري الراجل اشتغل محليا، اخذ بطولات كاس مصر، اخذ سوبر. فانا نفسي اتحاد الكوره يقول ايه المعايير اللي بناء عليها تم اختيار ايهاب جلال. بس كابتن هشام يعني بدون قطع كلامك، انا حاسس ان ده سؤال متاخر شويه. يعني هو خلاص الكابتن ايهاب مسك بقاله شهرين وبدا رحله الفريق، فهو سؤالك منطقي جدا، لكن خلاص هو دلوقتي هو المدرب المنتخب، فايه الرساله اللي ممكن تقولها له؟ ايه الرساله ممكن تقولها للاتحاد في التعامل مع الموقف الحالي بعد الخسارتين؟ ده اللي نحب نسمعه اكتر. كابتن هشام. ايوه يا هاني، انا سامع حضرتك، اتفضل. من هنا انا معاك في كلامك بقى. دي كانت مقدمه بسيطه. أيوة. عدت، انما كان ليا ان هو مجلس الاداره دايما يبرر قراراته يعني. ايوه مفهوم. اما بالنسبه لايهاب في الفتره الحاليه، لا طبعا انا ضد ان هو يقال في الفتره ديت يعني. ما عملش نفس الخطا بتاع الكابتن حسام البدري. ايهاب يكمل عادي جدا وياخد الثقه، والحمد لله ان احنا عندنا فتره كبيره جدا لحد استئناف المباريات الرسميه. ايوه ومفيش داعي ان انا اجيب مدرب اجنبي تاني يجي يقول لا ده انا مش مسؤول عن المباراتين اللي بعد كده، انا انا ظروفي ايه، انا حاجتي ايه. لا ايهاب شاب وعنده طموح، وفي نفس الوقت ندي الراجل فرصته اذا كانت رب موفق فيها ان شاء الله تعالى. فانا من الناس اللي بضم صوته لصوتك ان احنا ندعم ونسنده على اساس ان التغيير في الفتره الحاليه مش للصالح، ومربوطش كمان نتيجه مباراه كوريا الجنوبيه باستمراره من عدم استمراره. انما في ملاحظه مهمه جدا عايز اقولها انا لايهاب بصفته يعني، يعني على زميل يعني. كابتن ايهاب مطالب، انا مش مطالب يعني، ما حاجه من الاثنين، المدرب لازم شخصيتي ودوري يبان في الملعب. صح. يا اما نتيجه يا اما اداء. ايوه انما لا نتيجه ولا اداء هي دي اللي بتخلي مشكله كبيره يا هاني. صح. كان في فرصه تجمع اسبوع او 10 ايام قبل ماتش غينيا في استاد القاهره. لازم تبقى ليا بصمه، ما ينفعش كمان هو يقول انا ما بدلتش في طريقه كروش. لا كنت لازم تبدل. انت بتلعب 4-2-3-1 باستمرار في كل انديه في كل خبراتك السابقه. ليه العب 4-3-3؟ في لعيبه معلش منهكه مجهده خارج الفورمه. ليه 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 اشركها؟ ليه العبها؟ انت راجل مدرس في الدوري المصري دي لك سنين طويله جدا. ايوه عندك المجالات كتيره جدا في الاختيار. في مين الافضل، في مين اللي يناسب بطريقه لعبي. كلنا مصريين وكل اللعيبه مصريين وكله اتشرف بتمثيل منتخب مصر وتحقيق نتائج لمنتخب مصر. فانا يعني عايز اقول ربنا يوفقه ويتدارك الامر ويدرس كل الامور المنطقيه دي ويحاول زي ما قلت ليك هاني دلوقتي. ما يا اما نتيجه يا اما اداء. ما ينفعش ما يكونش موجود الاثنين. صح متفق بكل تاكيد. وفي النهايه طبعا بنتمنى التوفيق يا رب لاي مدرب وطني مصري يتولى المسؤوليه يعني. ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن هشام عبد الرسول نجم منتخبنا الوطني الاسبق. النهارده محمود علاء للاسف تعرض لكدمه في الكاحل، والكدمه دي قد تبعده عن مواجهه كوريا الجنوبيه، وبناء عليه غالبا هنلاقي الونش وياسر ابراهيم متجاوران كما تجاورا في لقاء غينيا في الجوله الاولى من تصفيات امم افريقيا في المباراه الوديه اللي هتقام في الواحده ظهرا يوم الثلاثاء باذن الله بعد بكره. لكن الكابتن ايهاب جلال نفسه تلقى عده رسائل دعم من المشجعين المصريين، من اللاعبين السابقين، ومن حتى اثنين من لاعبي المنتخب في القوام الحالي، سواء الموجود هناك في كوريا الجنوبية أو المصاب وتعذر سفره مع الفريق. هنا أفشة نزل صورة مع الكابتن إيهاب جلال ومصحوبة بقلب وبكفين مع بعض في إشارة إلى دعم المدير الفني اللي تعرض بالأمس لبعض يعني
يعني الـ الـ الأخطاء في حقه. تريزيجيه لاعب أستون فيلا كتب هو كمان تغريدة قال فيها: أدعم كابتن إيهاب جلال الرجل الخلوق المحترم، ليا الشرف دايما إني أتدرب مع مدرب كبير زي حضرتك. رسالة محترمة جدا من لاعب خلوق. أحمد الشيخ سجل هدف الفوز للمصري البورسعيدي أمام المنصورة، خلص المباراة مسك موبايله، كتب تغريدة لصاحب فضل كبير عليه على المستوى الكروي مديره الفني السابق في المقصة، وقال: قبل أن يكون مدربي وصاحب فضل علي فهو في قمة الأخلاق والاحترام، وما يحدث معه لا يقبله أي إنسان. على فكرة ممكن تكون الرسالة دي رسائل دعم، مش معناها إنه هو الأفضل ولا هو الأسوأ، هي الكلام هنا إنساني بحت، إنه ما ينفعش شخص عموما يتم تناوله بهذه الطريقة. ثانيا ما ينفعش مدرب مصري يتم تناوله بهذه الطريقة. ليه؟ لأنه في الآخر أنت لازم تحافظ على يعني مظهر مدربيك، لازم تحافظ على قيمة منصب المدير الفني للمنتخب الوطني وانت بتتكلم عليه، أو انت حتى بتنتقده كمسؤول، تنتقده داخل يعني الغرف المغلقة، ولكن دائما عليك حماية مدربك. كل التوفيق للكابتن إيهاب جلال، وهنتكلم عن اتحاد الكرة كمان شوية في النقطة التالية، لأنه فكرة محاولة إصلاح الخطأ أمر جيد بكل تأكيد. بننتقد اتحاد الكرة، لكن إنه بيحاول يصلح وإنه بيسمع الآراء أمر مهم، إنه يحاول يصلح أمر مهم، إنه يحاول ما يكررش الأخطاء هو الأهم. تعالوا طيب نعرف كيف يفكر اتحاد الكرة. الناس كلها بتفكر في التطوير، والناس كلها بتعرض الأفكار بتاعتها، وإن إحنا إزاي نتحسن، وإن إحنا إزاي يبقى عندنا هيكل، وإن إحنا يبقى إزاي عندنا تخصصات وكل مسؤول عارف دوره، وما يبقاش الدنيا مفتوحة على بعض وإن البيانات بس هي اللي بتطلع والتصريح وعكس التصريح. ده المهم. لكن كمان في أفكار بتعرض على اتحاد الكرة المصري، زي أكاديميات، زي منح ممكن تحصل عليها الكرة المصرية. امبارح الأستاذ أحمد عباس المحامي الشهير كان نزل بوست على صفحته على الفيسبوك بيتكلم فيه على فكرة، قال إنه بعد مقابلتي للكابتن جمال علام في وجود دكتور طارق الأدور في مكتبه، اقترحت عليه أنه يمكنني إحضار منحة فنية من اتحاد الكرة الألماني، يمكننا من خلال هذه المنحة إرسال كل الكادرات الفنية لإعدادها في أكاديمية اتحاد الكرة الألماني في فرانكفورت، وهي الأحدث على الإطلاق في علم كرة القدم وأيضا في إصابات الملاعب والأدوات. كان رده: لا ما يصحش، أنت بتقول إيه؟ إحنا مصر. ما قدرتش أرد عليه، رد انتوا يمكن انا مش واخد بالي. ودي كانت نهايه فرقه نقط المسرحيه. طبعا يعني في اسلوب ساخر في النهايه، لكن الفكره بقى نفسها في الاكاديميه وهذه المنحه. تعالوا نعرف تفاصيلها من الاستاذ احمد عباس. استاذ احمد اهلا بيك، منورنا، وحشني، تحياتنا ليك. يعني وحشني جدا، وطبعا العمل كله، واهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك. ايه تفاصيل المنحه اللي جايه من الاتحاد الالماني لكره القدم دي؟ بص يا اخي العزيز، المانيا دايما كل سنه عندهم فائض ميزانيه حوالي 60 مليون يورو. ايوه. السبونسرز بتوع اتحاد الكره الالماني ده فائض ميزانيه عندهم، فبيحصل ان هم بيحبوا يستثمروا في الدول كده. ايوه. من خلال الفائض الميزانيه دي بيدي مرح فنيه. فنيه يعني ايه؟ من خلال اتحاد الكره الالماني، كلنا عارفين اتحاد الكره الالماني وضعها من الناحيه التخطيط والتدريب. أيوه. كل الكلام ده كله. بيدوا لدول معينه بعد اختيار قوي جدا بغرض يدخلوا المدرسه الالمانيه والسيستم الالماني في الدول دي، وبالتالي كمان تسويق منتجاتهم اللي هم السبونسر. تمام. انا عملت الكلام ده في ليبيا قبل كده في 2010، وقبلها عملتها في موزمبيق. وديت المنحه دي، عرفت المنحه دي اكتر من مره لمصر، ما حدش اداني استماع. اكتر من مره امتى؟ في اي عهد؟ في عهد المهندس ثاني ابو ريده، في عهد جمال علام برضه لما كان موجود المره اللي فاتت. تمام. بعد كده المره دي كان عندي مقابله معاه، فقلت يا جماعه احنا في حاجه غير التصوير. الناس في مصر كلها بتتكلم عن التصوير التصوير التصوير، ولجان الفنيين والخبراء، ولجان يا جماعه انت عشان تجيب لجان خبراء ولجان ناس فنيين او ناس عندهم فكر تصوير، لازم هم نفسهم يكونوا معدين اعداد فني حديث بما يبقى ينتهي اليه العالم الرياضي الحديث. أيوة. يعني احنا شفنا دلوقتي انديه افريقيا كلها وصلوا لفين؟
منتخبات دول ما بنش يسمع عنها بقت بتتابع لانهم بدأ يستعينوا ويتطوروا نفسهم. انا النهارده اقترحت عليه قلت له يا جماعه احنا عايزين انا ممكن اجيب المنحه دي. المنحه دي مش معناهاش حاجه، هو خدها بمنطق منحه ايه ما يصحش على مصر. مفهوم. ايوه مفهوم. احنا مصر دي مصر محتاجه، ومصر محتاجه شحاتين عشان نقول عايزين منحه. لا طبعا المنحه الفنيه مش فلوس. المنحه الفنيه انا عايز اطور من عندي بستعين بالدول الكبيره اللي عندها خبرات. يعني انا ممكن عندي ابني واجي اوديه في الجامعه هنا، انا عايز شويه بوديه امريكا، بوديه كتير، بوديه اماكن ناخد فيها تدريب اقوى واحسن واعلى. انا بجهز ولادي، بجهزهم بالكادرات الفنيه، سواء مدربين اداريين في علاج طبيعي، كل الكادرات الفنيه اللي عندي. فالنهارده لما اجي اعمل تعامل مشترك، انا قلت له حتى لو انت تعمل كيف من حديد تزيد اسمها تعمل بروتوكول تعاون مع المانيا. أيوة. يجهزوا لي الناس بسوائل. هم عندهم اوريدي بيعملوا ده من خلال انهم بيتكبروا اسمهم، هم عارفين ازاي يكبروا المانيا. أيوة. الكره الالمانيه. هيودي ولادي هناك للنسي اكاديميه، الاكاديميه بتاعت اتحاد الكوره في فرانكفورت دي احلى اكاديميه في العالم. من علم ومن تدريب وكل شيء. مختلفه طبعا عن لايبزيج. لكن بجهز ولادي، بختار عناصر معينه من المدربين، بختار كادرات فنيه. بوديهم هناك على حساب اتحاد الكره الالماني، هو بيجهزهم لي، انا بس بتحمل التذاكر. بخش اخد برضو لو عندي اصابات في المنتخبات بتاعتي هم بيعالجوهم. انا النهارده عايز استفيد من الكره الالمانيه او من اتحاد الكره الالماني في كل المناطق، فلازم اطور. ليه انت خدتها في منطق ان احنا ده كان امتى؟ كان امتى العرض ده؟ من اسبوعين بالظبط. من اسبوعين. اسبوعين بالظبط. طيب يعني طبعا انا طبعا انا فوجئت برد الفعل، بس انا مش عارف اقول لك ايه. بس هي مش منحه، مش بشحت. مفهوم مفهوم. معاك فلوس يعني؟ طب ايه يا عم نروح نطور ويطلع لا خالص مفيش فلوس خالص، ده امبارح قالوها رسمي، ده قالوا احنا علينا فلوس مش في فلوس. ما هو كان عليه اي منطق. وانا النهارده بقول منحه معناها ان انا بالعكس، هم عندهم رغبه، هم طلبوا مني اكتر من مره يعني. قالوا لي انت ليه بتطلب دول ثانيه ما بتطلبش مصر؟ واخر مره كان 2014 والله انا كنت عندهم قبل كاس العالم، ورئيس اتحاد الكره ايامها رانا سباخ قال لي احنا هنبقى ابطال كاس العالم السنه دي، قبل ما يروحوا البرازيل. ومع ذلك وفعلا نفذوا. لكن النهارده انا مش متخيل، انا النهارده عايز محتاج مدربين بتوعي ومراحل معينه يروحوا هناك ياخدوا الجديد. تمام صح. انا متفق معاك جدا، وبحييك على انك بتعرض افكارك، واتمنى وبشكرك جدا استاذ احمد عباس على وجودك معانا، واتمنى دايما اتحاد الكره يكون عنده يعني المجال مفتوح ان هو نفسه اللي دعا لده استاذ جمال علام سابقا، بانه اي حد عنده افكار ترسل لاتحاد الكره ليدرسها وبالتالي يبدا يطبقها، لان في ناس كتير قوي عندها الرغبه في التطوير وما عندهاش مصلحه، ما عندهاش رغبه في المناصب. يعني خناقات امبارح دي كلها اللي دايره في وسائل الإعلام المختلفة، يعني اللي زعلك فيها إن أنت ما بتحسش إن الرغبة هي الإصلاح أو الرغبة هي تطوير الكرة المصرية، تحس فيها إن الرغبة هي إنه أنا عايز المنصب، إنه أنا اللي قبلية أوحش مني، أو إنه لأ ده اللي حالي أوحش مني، أنا كنت أحسن منه. فدي بتبقى المشكلة الحقيقية، بإن أنت هل أنت عندك نية للإصلاح؟ عايز تطور؟ عايز تقدم جديد؟ ولا عايز منصب؟ لو عايز منصب يبقى عكسه تماما، انك عايز انك عندك رغبه في التطوير. تعالوا نرجع بقى لماتش الاهلي، هرجع لاتحاد الكوره كمان شويه. والمصري بالسلوم، معانا على التليفون الكابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني للمصري بالسلوم. كابتن احمد اهلا بيك، هارد لك، بحييك انت ورجالتك على مباراه النهارده. ربنا يخليك يا استاذ هاني، يعني انا دايما رغم انت يعني الطريق يمكن كده، ولكن دايما انا بشوفك استاذ في مكانك يعني. شكرا شكرا على رايك الجميل، وانا بحييك، لان فعلا النهارده انضباط وفي رجوله وفي افكار كمان بتطبق، وفي تحول من الدفاع للهجوم، في محاولات تهديد لخصم زي الاهلي بحجمه بامكانياته. هارد لك عشان المستوى اللي قدمته النهارده. يعني خلينا الاول الحمد لله بشكر لعيبتي اكيد على الانضباط اللي احنا قدمناه الشوط الاولاني. ايوه كانوا منتظمين جدا جدا يعني، قللنا المساحات على قد ما نقدر. احنا اتفرجنا كتير على النادي الاهلي، خد بالك النادي الاهلي اللعيبه النهارده كانت بتلعب اثناء واحد او اثنين، هم اللي مكانشين ماتش انجلي، هم اللي ايه؟ الدوري الممتاز، هم اللي مكانشين ماتش انجلي الدوري الممتاز، يعني معظم اللعيبه اللي كانت موجوده في الماتش بتاعنا هم اللعيبه اللي كانوا موجودين ماتش انجلي في الدوري الممتاز. ايوه النادي الاهلي. يعني قدرنا بشكل كبير جدا نكسر على النادي الاهلي، لان احنا عارفين النادي الاهلي بيحضر اللعب ازاي، ونجحنا في ده الشوط الاولاني. يعني قدرنا نعمل على قد ما قدرنا موضوع التحولات بشكل كويس. كنا بنتكلم على فكره ان انت لازم تلاقي تثق في نفسك بشكل كبير جدا، وعملوا ده الحقيقي.
عايز اقول لك ان اللعيبه دي تعبت معايا كتير جدا 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 ساعه بدات معاهم، بس هم يعتبر من بين الدورين. عملنا ارقام كويسه بالنسبه لفريق كانت الامور بعيده عنه، وثقوا في نفسهم بشكل كبير. الشوط الثاني احنا كنا بنشتغل شويه ان احنا نطول الجيم الشوط الثاني، بحيث النادي الاهلي يبتدي يفتح مساحات ويبتدي يضغط اكتر. ايوه، وكنا محضرين على اساس ان احنا نقدر نشتغل تحولات اكتر، لكن هم قدروا يجيبوا جول في الدقيقه 15. فكينا شويه والاتحاد بعد مننا شويه، ولكن على مدار الشوط الاولاني في النادي الاهلي ما صنعش كتير من الفرص. ايوه، لان احنا كنا قافلين الاتحاد بشكل كويس، وانت عارف دايما على مستوى الفرق الصغيره انت بتشتغل على ماتيريال اللعيبه كويس، وانا بثق في كواليتي اللعيبه والماتيريال بشكل كويس جدا. فدايما الحمد لله كنا واقفين على رجلين في البلد النهارده اخر مباراه في الموسم. فالامور دي كلها امور صعبه صح كمدرب، ان انت بتواجه فريق بحجم النادي الاهلي. وانا شايف اللعيبه اللي موجوده في الملعب هي كريم فؤاد موجود بيلعب، محمود وحيد بيلعب، رامي ربيعه بيلعب، كوكا بيلعب ماتش كلهم. فانا بقول لك النادي الاهلي كان يعتبر بيلعب بالخط. مظبوط، يعني كلهم لعيبه بتلعب بانتظام. انا بشكر لعيبتي وبشكر بهذه الحقيقه، ولكن صدقني لو قلت لك انا كان نفسي بنقول كده بصلي ابعد من كده بكتير. عشان كده بقول لك هارد لك. لكن النهارده خدنا بالنا من انه في سلاح التصويبات، شوط اول شوط تاني، في اثناء التواجد في نص ملعب الاهلي. هل ده كان يعني كان مرسوم كنت من دي ضمن اللي انت طالبه من لعبتك، بالنظر لان الاهلي بيغيب عنه الحارس الاول والتاني؟ والله لا خالص، مش موضوع يعني مش موضوع، حتى لو كان موجود الحارس الاول كنا برضه ده بيحصل. لا، فرقه على مستوى الدرجه الثانيه جايبين اجوان كتير جدا من التسديدات، لو تابعت اجوان الفريق على مستوى الدرجه الثانيه ده بيحصل، لان احنا عندنا لعيبه مميزه في موضوع الشوط. الحاجه الوحيده النهارده بس اللي زعلان منها من اللعيبه ان احنا كان يعني كان ممكن على مستوى التحولات بتاعتنا كان ممكن نشتغل باحسن من كده. موسى لو كان الشوط الثاني مكمل على مستوى الشوط الاول كان ممكن يفرق معانا بشكل كبير. لكن الحقيقه في المجمل انا بشكر كل اللعيبه، لان انت بتتكلم انت بتلعب النادي الاهلي، سواء بتلعب النادي الاهلي او نادي الزمالك او الفرق الكبيره دي، لازم انت بتديها احترامها على مستوى الملعب. ما كانش ينفع افتح الجيم واشتغل بعنتريه، لان انا في النهايه لاعب فريق كبير. بحييك كابتن احمد مره ثانيه وهارد لك، نورتنا وشرفتنا. لكن احب قبل ما اقفل معاك اسالك عن الكابتن ايهاب جلال. يعني كنت عايز اقول لك نقطه. اتفضل. يعني طبعا كنت معاه في المقصه طبعا. لا انا بس انا هتكلم على كابتن ايهاب كمدير فني للمنتخب. أيه. لازم الناس تحترم منصب المدير الفني للمنتخب مصر، ما ينفعش رئيس اتحاد يطلع يقيل المدير الفني على الهواء بعد كده يتراجع عن الكلام اللي موجود فيه. لو الناس جاده في تطوير الكره المصريه لازم تطور المدرب المصري، لازم يبقى في رخصه حقيقيه للمدرب المصري، لازم يبقى في طريق لازم ياخده المدرب المصري عشان خاطر يتصنف. احنا ما عندناش رخصه في من 2016 2017، ما عندناش رخصه بي من 2012. فانت لو بتتكلم في 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 ان انت جاد في تطوير الكره المصريه لازم تبقى جاد في تطوير المدرب المصري، غير كده انت بتتكلم كلام في الهواء. بشكرك جدا كابتن احمد عبد الرؤوف، نجم الزمالك السابق ومدير فني فريق المصري بالسلوم، على وجودك معنا. طيب خليني اتكلم معاكم في اتحاد الكره شويه. امبارح اتحاد الكره نفى انه يقصد انه اقال الكابتن ايهاب جلال، والنهارده تواصل حتى الاستاذ جمال علام مع الكابتن ايهاب جلال لتوضيح الصوره، من خلال حتى الاستاذ خالد الدرندلي والكابتن حازم امام الموجود والكابتن محمد بركات الموجودين هناك في كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه بالمناسبه لعبت 3 ماتشات وديه في التوقف ده، لعبت مع البرازيل اتغلبت 5-1، لعبت مع تشيلي وكسبوا، لعبوا مع باراجواي وتعادلوا 2-2، وبعدها هيلعبونا احنا بنلعب اول مباراه وديه لكن بعد مباراتين رسميتين. والمباريات كلها بتاعتهم اتلعبت هناك في كوريا. سون بيشارك في اغلب اللقاءات اللي لعبوها سواء كاساسي او كبديل، هو نجمهم الاول زي ما محمد صلاح نجمنا الاول، لكن صلاح مش موجود في هذه المواجهه. ففكره ان اتحاد الكره تراجع عن او هدأ او اصلح التصريحات اللي كان قالها امبارح ده امر كويس، ومحاوله ان هو احنا ما اقتنعناش بفكره النفي، لكن في الاخر ان هم بيقولوا ان لا ما نقصدش ومش هنعمل والامر متروك للكابتن ايهاب جلال هو اللي يمشي مش احنا اللي هنمشيه، كويس. يعني خطوه ناحيه ان هو بيسمعوا وناحيه ان هم عارفين ان في خطا كبير حصل امبارح في حق الكره المصريه. مستنين اكيد القرارات الهامه بتاعت يوم الخميس اللي جاي اللي اعلن عنها اتحاد الكره امبارح الظهر. القرارات دي هل هي بس مرتبطه بالكابتن ايهاب جلال؟ اعتقد لا.
من واقع ما علمناه انه قرارات اتحاد الكره دي هتشمل امور خاصه مش بس بالمنتخب طبعا، غير المدير الفني للاتحاد وغير المدير الفني للمنتخب الاولمبي، فكمان هيكون في اعلان عن تشكيل لجنه فنيه من 5 خبراء من كرة القدم المصرية علشان يكونوا موجودين تحت المدير الفني لاتحاد الكرة اللي هيتم الإعلان عنه، وهيبقى ليهم مسؤوليات فنية كبيرة بإشراف الكابتن حازم إمام ومحمد بركات. هيطلبوا كمان أو هيتكلموا كمان على مستوى عدد اللاعبين المحترفين في الكرة المصرية. فاكرين الموضوع اللي اتكلمنا فيه من أسبوع أو 10 أيام؟ غالبا بقى هيصدر بيه قرار، إيه العدد معرفش، لكن هيتكلموا على آلية استخدام الأجانب للكرة المصرية علشان تستفيد الكرة المصرية مش عشان هم اللي يستفيدوا من الدوري المصري. هيتكلموا كمان على مطالبات للمسؤولين بأن يتم السماح بحضور الجماهير بسعة مفتوحة في مباريات الدوري وفي المسابقات المحلية عموما. ليه؟ عشان هم شايفين أن المنتخب لما بيلعب بره أرضه، وأمثلة كتيرة قدام السنغال في السنغال وقدام إثيوبيا نفسها في ملاوي، بيحسوا ان اللاعب نفسه ما عندوش القدرة على مواجهة الجماهير. اللاعب اللي بيلعب في مصر هو اصلا ما بيشوفش غير 500 بالكتير، 500 بالكتير قوي يعني. فهم حاسين ان ده امر مهم جدا، ودي تبدو قريبة من طلبات قلنا ان كيروش قالها، وان كان كيروش قال انا ما طلبتش حاجة قبل كده، قال كده، لكن هو ده اللي كان وصل لنا، واتحاد الكرة ناوي يشتغل على كده، وانا بحييكم لو كده. وعايز اقول لكم على حاجة، احنا مش ضدكم يعني، عارف ان اتحاد الكرة ملوش جمهور، وبالتالي ممكن يرى البعض انه سهل الهجوم على اتحاد الكره، لكن احنا بنهاجم اتحاد الكره لما بيكون غلطان او لما بيكون ان هو بنحس انه بطيء في اتخاذ القرارات. لكن كمؤسسه احنا مش ضدكم، وكافراد احنا بنحترمكم، لكن احنا بنبقى عايزينكم دايما تشتغلوا، وعايزين دايما نبقى وراكم بالدعم. فكل الدعم ليكم في اي قرارات، وطول الوقت هننتقدكم من اجل خطوات سريعة وحاسمة، ونرجو أن تكون ثورية. ثورية بمعنى أنها تزعل ناس ما تزعل في مصلحة الكرة المصرية، زعل اللي تزعله، لكن أهم حاجة تكون ماشي باستراتيجية وفكر بتحاول تطبقه، وبتطور سريع، تقدم سريع في تنفيذ هذه الأفكار. ما تخافش على مكانك، زعل اللي تزعله، أهم حاجة أن أنت شغال والناس هتحس بده وهتاخد بالها من ده إن شاء الله بسرعة. بعد الفاصل هنتكلم شوية أخبار تانية مهمة جدا، مش بس عن الكرة بل عن السلة كمان. خليكم موجودين معنا في الماتش. طفرة كبيرة جدا في بورسعيد الحقيقة، في كل حاجة يعني، كل ما باجي بشوف اهتمام سيادته بولادنا ورياضة الصحة ورياضة التنمية في كل مجال، سواء يعني في أماكننا اللي موجودة في بورسعيد زي المدينة الرياضية أو المدينة الشبابية، وقد إيه هي بتستوعب كم كبير جدا من الرياضة. لكن احنا مع القطاع الخاص له شأن آخر، ومهتمين بيه جدا، توجيهات فخامة الرئيس، توجيهات الحكومة المصرية. القطاع الخاص لازم يكون ليه دور في كل القطاعات. احنا يعني كوزارة شباب ورياضة اهتمينا بدري بالقطاع الخاص. النهاردة بقى فيه نمط حياة جديد في مصر كلها، اللي هي دراجتك صحتك، وده شايفين محافظة بورسعيد من اول المحافظ، معظم الشباب كل واحد عنده دراجة، وكل يوم الصبح الساعة 6:30 الصبح كله بيبقى شغال، وبدأت الدنيا نمط الحياة يبقى جميل. في نفس الوقت بنرجع مصر لعهدها الجميل، وفي نفس الوقت شباب مصر كله ان احنا فخورين بيه ان الدولة بتهتم بالصحة واعمال الوعي. مهتمين الحقيقة بالاحداث الرياضية الكبيرة اللي زي كده، ان هي تبقى عندنا، وان احنا نبقى مشتركين فيها، وان احنا نفعلها، وان احنا نكبرها، وان احنا ندعمها، علشان عايزين كل الناس ضمن توجهات الدولة، ضمن توجهات وزارة الشباب والرياضة، ان كل الناس تنجيج على الرياضة، والناس كلها تمارس، والناس كلها تنزل. وعشان كده بيبقى دايما اهتماماتنا بالرياضات اللي كل الناس بتمارسها. احنا النهاردة استضفنا مهرجان بورتو الرياضي المنظم من وزارة الشباب والرياضة، وفي الحقيقة هم لم يتوانم ولم يتكاسلوا ان هم يدعمونا بكل شيء خاص باستضافة هذا الحدث، لان احنا بنقدم كذا رسالة استاذ ايمن. احنا بنقدم رسالة ان بورسعيد ارض السياحة، بورسعيد ارض الرياضة، بورسعيد ارض الصناعة والاقتصاد والتجارة. فده كان دورنا ان احنا نوري لكل اهل مصر الوجه السياحي لبورسعيد شكله ازاي، والوجه الرياضي الجديد شكله ازاي.
اهلا بكم مره تانية في الماتش. امبارح وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كان اصدر بيانا كخبر رسمي من جانب الوزاره بيوجه فيه بالاسراع بانهاء اوراق ضم الكندي ادهم اليدا لمنتخب السله. ادهم اليدا موجود بالفعل مع منتخب مصر في الاستعدادات اللي بتجرى دلوقتي قبل تصفيات كاس العالم في المرحله الحاليه اللي هتجرى في يوم 1 و2 و3 من شهر يوليو اللي جاي ان شاء الله. وهو لاعب مصري لأب وأم مصريين لكن هو عايش طول عمره في كندا بيلعب في أحد فرق الجامعات الكندية. دكتور أشرف صبحي قال أنه أشاد كمان بجهود اتحاد المصري لكرة السلة في تطوير اللعبة وأن هم بيتواصلوا مع أبناء مصر في الخارج علشان يضموا أي مواهب ممكن تفيد المنتخب الوطني. أدهم موجود بالفعل مع المنتخب دلوقتي وموجود بالفعل معانا على يساري عبر زوم وهو منضم إلى المنتخب الوطني. أدهم, first of all, welcome to Egypt. I'm happy having you at our show. And inshallah, you and the other players will take the Egyptian national team to the World Cup. Inshallah, man. God willing. Tell me, how did you join the Egyptian national team of the basketball? So back in Canada, Roy Rana was a coach in Canada. And we kept in touch in high school. And after that, like, we went our separate ways, and then he got the job, the head coaching job here in Egypt, and he called me, and he's like, hey, man, let's get you to the training camp in June, and I was like, all right, like, let's go, like, I'm ready, like, and to represent my parents' country, it's an honor, so, and now I'm here. Mm. So you already had a contact with Roy Rana before he's appointed as a coach? Yeah. Okay, perfect. Let me translate this, Adham. قلت له بداية أنت منور مصر وإن شاء الله أنت وزمايلك تساعدوا المنتخب إن هو يتأهل لكأس العالم، إزاي انضميت للمنتخب؟ قال لي إن الكوتش روي رانا وهم في كندا كان بيتقابلوا فهو لما عين لتدريب منتخب مصر روي رانا تواصل معاه وقال له تعالى علشان تنضم لزمايلك في منتخب مصر تمثل المنتخب منتخب بلدك فقال له إن هو سعيد بإن هو يعمل تجربة زي دي إن ينضم للمنتخب اللي بيحمل هو جنسيته وابوه ووالدته فيه فكان سعيد بالتجربه دي فقال ان هو مبسوط جدا ان هو بينضم لمعسكر يونيو اللي هو موجود فيه حاليا. The sports minister Adham said yesterday that he's very happy for you joining the team. How did you see this with a statement that he said yesterday? After meeting with him and talking with him, it's just an honor, like, to have such a guy with high pedigree to make a statement like that. It's truly an honor, like, just to talk to him, man, and just discuss what it means to have sports in Egypt and have second-generation Egyptians come in and play. It's just an honor, man. Mm. Have you ever visited Egypt before this time? I haven't been to Egypt in a while. I used to come when I was little. Mm. Last time I came when I was like 10 years old, so it was like 13 years ago. Mm. Okay, so it's been a while. Yes, welcome back. Thank you. Let me translate this. قلت له ان وزير الشباب رضا امبارح اتكلم عنك وطلع بيان بخصوصك فقال ان هو سعيد جدا حتى لما قابله بالكلام اللي قاله عنه ان هو مبسوط بانه يكون موجود في المنتخب وانه ده بيمثل له شيء كبير ان وزير الشباب رضا يتكلم عنه. قلت له انت جيت مصر قبل كده؟ قال لي ده زمان وانا عندي 12 13 سنه يعني من اكتر من 10 سنين وانا صغير كنت موجود هنا مع المنتخب. What did you know before you joined the Egyptian national team about the Egyptian basketball, Adham? To be honest, I didn't know a lot. I started learning more once Rana called me, and I just started getting more intrigued with it, and just watching on social media and stuff like that. Just being more intrigued, and then learning a lot honestly since I've been here about like life in Egypt, like the basketball in Egypt, how it's been growing for the last couple of years. So just learning more every day. Mm. And how is the relationship the relationship between you and your new colleagues in the national team? It's been good, man. I've been learning a lot. Just life here in Egypt, they've been really good to me. Good guys, man. Just learning from them. Mm. Who just is the being closest? A young guy. Who is the Pardon? Closest one to you? There's a few. Okay, let me translate. قلت له
يعني فيما يخص تعرف يعني كرة السلة المصرية قبل ما تنضم؟ قالي بصراحة ما كنتش أعرف كتير عن كرة السلة المصرية قبل ما انضم، لكن من ساعة ما جيت وأنا بعرف حاجات كتير قوي عن الحياة في مصر، عن كرة السلة في مصر، بتفرج على مواقع التواصل الاجتماعي على لقطات للمنتخب من ساعة ما روي رانا ضمني. قلت له علاقتك باللعيبة؟ قال لي ممتازة وبتعلم كتير قوي. قلت له مين الأقرب ليك منهم؟ فقال لي إنه يعني عدد كبير منهم قريبين لكن لم يسمي اسما منهم. أدهم، did your parents have an opinion about you joining the Egyptian national team? My dad wanted me to play for Egypt for a long time. for a long time. Ever since I started playing basketball, it was like, hey, when are you going to play for the national team? I just like laughed it off. You never know, right? Mm. So like, so my dad was like, ever since I told him I might play for the national team, he's been really excited, man. Mm. سألته هل كان ليه دور أهلك في اختيارك أنك تلعب في منتخب مصر؟ قال لي إن والدي كان متحمس جدا ومن زمان كان عايز ده، فهو كان متحمس قوي بقرار زي اللي أنا أخدته بالانضمام إلى المنتخب الوطني. Do you think the Egyptian national team has the ability to qualify for the World Cup? Yes. We're very talented, very deep, man. Mm. Oh, we're gonna shock a lot of people in Africa. I tell you that. Mm. Perfect. This makes me excited as well. Yeah, be excited, man. Be excited. Perfect. And now some reports are saying that maybe you are joining an Egyptian club for the next season. Is this true? I haven't said nothing about that. We'll never know. Inshallah, we never know. But already there are negotiations between you and other teams in Egypt. I mean, I've talked to my agent. We're gonna see, but nothing I know so far. Yeah. Okay. Perfect. Adam, I was very happy having you. Good luck for you and all the team colleagues. Inshallah, we'll qualify the World Cup. Shukran. Do you have a message in Arabic for the Egyptian people listening to you now? Yalla. Yalla. That's enough. Thank you, Adam, and good luck. Thanks for having me, man. Thank you. Okay. سألت أدهم في النهاية على إن إحنا ممكن نتأهل لكأس العالم. قال لي إحنا المنتخب مليان بالمواهب، وبالتالي أنا بقول لك إن إحنا هنروح كأس العالم. قلت له أنت خليتني متحمس دلوقتي. قال لي تحمس لأن إحنا هنروح كأس العالم. فسألته على في تواصل من الأندية المصرية إنك ممكن تكون موجود في الدوري المصري لكرة السلة السنة اللي جاية. قال لي ما اقدرش، يعني لسه ما فيش اي حاجه من دي دلوقتي، وانا ما قلتش حاجه شبه كده. قلت له انا بسالك هل في اي حاجه شبه كده؟ قال لي هتكلم مع الايجنت بتاعي، مع وكيلي، وهو هنحدد في الفتره المقبله الموقف. وده على ما يبدو يعني ان هو في كلام، يعني على ما يبدو ان في كلام ممكن نلاقي الاهلي او الجزيره، ده بحسب ما كان عندنا معلومات، لكن هو لم يؤكد او ينفي هذا الامر. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني لكره السله. على كره السله ايضا كان هناك خبرا يعني حزينا جدا في الأيام الماضية، هو يوم الجمعة تحديدا، هو عن اللاعب كريم أبو أورا الشهير بكريم البحريني، لاعب هليوبوليس لكرة السلة، كان مع جامعته الجامعة الأمريكية بيمثل الجامعة في بطولة أفريقيا للجامعات اللي بتتعمل في كينيا. وخلال إحدى المباريات ما لعبش غير 10 دقايق، تعب، والتعب ده خلاه يسقط أرضا. محاولات لإسعافه من خلال طبيب واحد موجود مع بعثة من الجامعة الأمريكية بتضم أكثر من 120 فردا على مختلف الرياضات، حاول إسعافه، جت سيارة الإسعاف بعد يعني وقت شوية، اتأخرت شوية 25 دقيقة تقريبا ونقل، لكن كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة. النهاردة كان العزاء بتاع نجمنا كريم أبو أورا رحمة الله عليه، خالص العزاء لكل أسرة كريم ولكل أسرة الرياضة المصرية وأسرة كرة السلة المصرية، لأنه في حالة حزن شديدة من رفاقه ومن أسرته بطبيعة الحال، ومن الوسط الرياضي بكل عناصره. ربنا يا رب يرحم كريم ويلحقنا به في الجنة. المزعج في القصة أكتر، أو مش أكتر، هو ما فيش أكتر من الموت يعني، لكن أنه كان اللاعب من أشهر في يناير اللي فات جات له جلطة في الرئة، وبعد الكشف عليه اكتشف ان الموضوع ليه علاقة بمضاعفات فيروس كورونا، ودي اللي شفناها كتير حتى على مستوى كرة القدم. فعودته للمشاركة هل كانت مدروسة ولا لا؟ دي النقطة
المهمه اللي اعتقد ان احنا محتاجين قوي قوي فيما يخص مضاعفات كورونا، ان احنا ما نديش اي فرصه للمشاركه في رياضات بالحماس ده وبالمجهود المحتاجاه ده من غير اي كشوفات او دراسات. معانا على التليفون الكابتن اسامه السيد المدير الفني لفريق هليوبوليس. كابتن اسامه، خالص العزاء في وفاه المرحوم كريم ابو قوره. كابتن اسامه، كابتن اسامه زين، اهلا بحضرتك كابتن اسامه. بعزيك في وفاه الكابتن كريم. البقاء لله، البقاء لله، البقاء لله. ربنا يا رب يرحمه ويصبرك ويصبرنا جميعا. يعني ايه المعلومات اللي ممكن تكون عرفتها؟ ولو هتكلمني اكتر عن كريم كلاعب كره سله ممكن تقول ايه يا كابتن اسامه؟ هو كريم، كريم جانا في نادي هليوبوليس من سنتين. هو كان يعني متعلم او قاعد سنين حياته معظمها في دوله البحرين. وهو اصلا من ناشئين نادي الجزيره. نعم. حتى هو لعب بس المنتخب البحرين في بطولات الشباب يعني. فلما جالي من سنتين هو انا لقيت فيه موهبه كبيره. كان وزنه زايد شويه. ففورا في نفس اليوم مضيته يعني وخدته معايا في الفريق. يعني تعرف في الاوقات اللي زي دي بيبقى فيه دبلوماسيه في الكلام، بس فعلا فعلا كريم كان انسان جميل بكل المعنى للكلمه يعني. يعني مش صعب قوي تلاقي حد بالشخصيه الجميله دي. فكريم اشتغل معانا اول سنه، صعدنا للدوري الممتاز. والسنه اللي احنا فيها دي كنا في الدوري الممتاز، هو حصل له الموقف ده فعلا في الملعب وكانت مشكله كبيره، بس الحمد لله يعني اليوبلس الشروق العربيه الاسعاف مجهزه انها تدخل لحد جوه الصاله. ففي خلال دقائق معدوده وخدناه على المستشفى على طول وتمت الاسعافات، فكانت جلطه في الرئه. ده في يناير اللي فات يا كابتن؟ في يناير اللي فات. احنا يناير اللي قبله الفريق كله جاله كورونا. طبعا شدتها من حد للتاني يعني. مزبوط. الفريق كله يعني. فهو تعب شويه، تعب شويه، الرئه عنده تعبت شويه. معرفش هل دي حاجات قديمه او هو يعني ما كانش فيه يعني دور كورونا وكلنا خدناه وخلاص. كان في احتماليه اعتزال اللعب نفسه بسبب الاصابه دي، مش كده؟ هو لما جاله الكلام ده في يناير يعني انا دكتور الفريق قال لي هو كده كريم مش هيلعب رياضه تاني. فانا قلت له فعلا يعني ما يلحقناش حتى في، كنا يعني عندنا ماتشات بقى من شهر واحد لحد شهر اربعه، قلت له ما يلحقناش حتى في الفاينلز وكده. قال لي يا كابتن اسامه مش هيلعب رياضه تاني. فقلت له تمام. فهو فضل معانا بيجي بيبس ويتفرج على الماتشات وبتاع وبعدين في رمضان بعد الموسم ما خلص بكلمه، انا دايما بكلمه عشان اتصل عليه بتصل اطمن عليه يعني. فقال لي يا كوتش انا بدات اجري. قلت له يا كريم ازاي؟ قال لي لا ما هو انا الاستشاري اللي بتعالج معاه قال لي ان انا يعني هرجع. قلت له هترجع تمارس الرياضه تاني يا كريم؟ انا عندي معلومه ان انت مش هتنفع تمارس الرياضه. قال لي لا هلعب ومفيش مشكله، وقالوا لي هتلعب ومفيش مشكله. بس الدكتوره قالت لي ما تخشش في كومبيتيشن الا لما يعني واحده واحده. تمام. طيب. فكلمته بعد العيد، ايه يا كريم الاخبار؟ قال لي لا بدات اجري كويس والدنيا تمام وبتاع. فانا النادي عندي كان عندنا اجتماع للتحضير للموسم يعني من حوالي شهر. فناقشنا الموضوع ده، الناس في النادي لجنه الباسكت كانوا متخوفين، قالوا يا كابتن اسامه فيها ريسك. فانا قلت لهم يا جماعه طب احنا ما هو اللعيب بيقول هيلعب واللعيب مرتبط بعقد وممكن ينتقل لنادي تاني، طب تعمل ايه يا كابتن اسامه؟ قلت لهم طب ما نعمل لجنه طبيه. تمام. يعني نشوف الوضع ونسيب الامر للعلم، لو العلم هو كده كده اوريدي راح للاستشاري بقى بيتعالج معاه. هو قال يلعب. فلو اللجنه الطبيه اللي احنا عملناها هي كمان قالت يلعب يبقى كده عندنا رايين بيقولوا يلعب. تمام. او لو قالت لا يبقى خلاص لا انا ما باخدش ريسك. ففعلا النادي شكل له لجنه طبيه وراح مستشفى كليوباترا وانا كنت متابع معاه في اليوم ده يعني. كلمته ايه يا كريم؟ قال لي لا تمام يا كوتش خلاص ما فيش مشكله، وقالوا يلعب. اللجنه قالت يلعب. قالت يلعب بس احنا ما بداناش الموسم لسه يعني. انا لسه في الاوف سيزون. ايوه. فانا ما عنديش بقى فكره خالص ان هو بيلعب مع الجامعه. أيه. يعني انا طبعا انت في اجازه، لعيب في اجازه. بيروح بقى بيسافر بيجي هنا بيجي هنا، بنبقى يعني كل فين وفين لما بنكلم بعض يعني. لان الاجازه حوالي 3 شهور لان أيه. خلصنا في اول 4 هنبدا في اول 7. فوجئت بالخبر انه على جروب الفريق كريم البقاء لله، فطبعا تواصلنا مع زمايله اللي هناك، هو معاه 2 من الفريق في النادي معاه فريق الجامعه.
فقالوا ان اللي حصل يعني قالوا ان هو لعب 3 ماتشات عادي جدا، وفي الماتش الرابع 5 دقايق او 10 دقايق من بدايه الجيم ووقع نفس الوقعه اللي وقعها معانا في يناير. طبعا انا سالت النهارده حد وانا في العزاء كان معاه في السفر، فقلت له يعني احنا عملنا له لجنه طبيه، قال لي ما هو كمان الجامعه عملت له لجنه طبيه. وبرضه قالوا انه تمام انه يلعب. انه ما هو اكيد طالما عمل لجنه طبيه وراح يبقى اكيد قال انه هو يلعب، ما هو ده اللي اتقال لي النهارده. انا مش عارف هي العيب كان في التشخيص او في اللجان الطبيه، ولا هو يعني ما كانش المفروض يلعب في كومبيتيشن عادي. يعني انت عارف برضه المنافسات انت بتبقى بتتنافس مع حد هو عايز يسبقك او يهزمك وانت عايز تهزمه، فبتبذل مجهود غير لما بتكون بتمارس الرياضه في الجيم او تجري شويه في التراك، الوضع مختلف. حمل عصبي وحمل بدني كبير يعني. ربنا يرحمه، خالص العزاء لحضرتك ولاسرته ولاسره نادي هليوبوليس والرياضه المصريه. بشكرك كابتن اسامه وخالص العزاء. من يومين عرفنا الخبر الحلو اللي فرحنا كلنا، لاعب اسمه مروان صلاح حارس مرمى شاب كان بيلعب في سموحه وكان بيلعب في الاهلي، بدا رحلته مع الاحتراف حتى وان كانت البدايه، لكن فين لما تعرف انه في بايرن ميونخ. تتفائل جدا لمستوى لاعب اقنع مسؤولي بايرن ميونخ ان هو يكون من ضمن 3000 او ما بين 2000 ل 3000 شخص حول العالم في الورد سكواد بتاع بايرن ميونخ، ان هم يبعتوا فيديوهات وتتشاف لقطاتهم فيتم تصفيتهم ل 20 واحد، فيبقى واحد من ضمن هؤلاء ال20 حارس المرمى المصري مروان صلاح اللي بيبدا رحله ان شاء الله هي مش معايشه مش احتراف، لكنها بدايه ان شاء الله انطلاقه للعالميه لحارس مرمى مصري الان هو في اوروبا مع بايرن ميونخ. معانا على التليفون مدربه الكابتن شريف عثمان. كابتن شريف اهلا بيك، ايه الحكايه الحلوه دي احكي لنا. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله زي الفل، كله تمام الحمد لله. ايه التفاصيل؟ مروان راح ازاي على بايرن ميونخ؟ مروان راح ازاي على بايرن ميونخ؟ اوكي، هو كان بينزل في يوم، يعني السنه مش اللي احنا فيها دي، السنه اللي فاتت كان في يوم كان نزل حاجه اسمها ان بايرن وورلد سكواد من بايرن ميونخ ده هيبتدي يتكون. تمام، فشفناه وشفنا الفرقه دي اتكونت ازاي، وبعد كده نزل عنها برنامج كامل من 6 حلقات على الويب سايت بتاع بايرن، وهم وصفوا البرنامج ده بان هو ناجح جدا ونجح في ابراز موهبه محترفه انتقلت من بايرن ميونخ لدالاس في امريكا. تمام، فكانوا وعدوا ان هم هيقدموا من البرنامج ده زي سيزون 2. ايوه اوكي. عن اكتشاف المواهب، عن فرقه المفروض ان هي الفرقه الاولى، هي كانت فرقه مكونه يعني لسه حديثه العهد. تمام، سيزون 2 اللي هو اللي فيه مروان دلوقتي ده المفروض ان هو يبقى من اقوى السكوادز اللي في العالم. تمام، متعدد الجنسيات من كل بلد لعيب او 2. أيوه. تمام، عن طريق مراسلة النادي، عن طريق مراسلة النادي بفيديوهات قصيرة في الاول. تمام، ده ملخص متابعتنا اكتر من 5 او 6 شهور للبرنامج. تمام، وهم لما بعتنا لهم الفيديو بتاع مروان تواصلوا معنا على طول. والسلكشن بتاعهم او طريقه الاختيار بتاعتهم كانت يعني المان بقى، فيعني ادق 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 التفاصيل في كل حاجه هم مهتمين بيها. وادق التفاصيل بمعنى ايه؟ ايه اللي طلبوه او ايه اللي بناء عليه اختاروا مروان؟ ايه اللي بناء عليه اختاروا مروان؟ هو بص، انا لما سالت في السؤال ده هم ما جاوبوش عليا الاجابه اللي هي ايه، اللي هو احنا اخترناه علشان مثلا هو جون جامد علشان هو كذا، لا هم بينقوا اللعيبه اللي يعني اللي في التوب، يعني اللي في التوب ليجز بتاعت الناشئين بتاعت بلادهم. تمام، دي اول حاجه. هو بيتحقق منك من حاجه زي كده ازاي؟ مبدئيا من كواليتي التصوير بتاع المباريات. تمام، ثانيا من كواليتي المباريات نفسها. تمام، طيب هو انا محتاج ان انا اشوف مروان مثلا او اي حد في دوله الدوري بتاعه من كام فريق؟ فمثلا احنا الدوري بتاعنا من كام؟ من 20 من 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 19 فريق. تمام، 18 مباراه يعني 18 مباراه في النص يعني 36 ماتش التوتال. تمام، فهو 36 ماتش، طيب ابعت لي من المباريات دي كل كوارتر يعني كل ربع. تمام، قسم لي اللي هو انت بدات ازاي عشان يبقى ضامن ان اللعيب اللي اختاره
هو لعيب بيلعب على مدار السيزون، تمام، وبعد كده ابعت لي مباريات كاملة للاعب. كل ده بيفضل ايه المباريات متابعة اللي بعتوها؟ مباريات ليه وهو بيلعب فين؟ في سموحة. في سموحة. اه انتقاله لهناك لبايرن جه من خلال سموحة ولا بعد ما كان خلاص ما بقاش في سموحة؟ لا، هو بعد ما كان خلاص ما بقاش فيه سموحة. ازاي ما بقاش في سموحة اصلا؟ ازاي ما بقاش فيه سموحة اصلا؟ ان هو مروان ما مضاش اي عقود للنادي، بس يعني في فترة كانت اللي هو ساعة ما راح المنتخب كان المفروض ان المسؤولين وعدنا ان احنا هنمضي عقد مع تمام. النادي، بس المسؤولين ما تابعوش معانا تماما اي حاجة. لما كنت بحاول اتواصل معاهم اخد وعود الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده لغاية لما السيزون خلص، بعد كده حسيت ان الموضوع حالة ميؤوس منها، يعني حسيت ان انا بطلب حاجة مش حقي في الاخر، او هم مش مهتمين باللاعب. فاخدت وعد من المدربين بتوعه ان هو مش هيبقى في النادي السنة الجاية وهيبقى فري. فمن هنا حصلت التحرك ناحية الخطة بتاعت بايرن. طبعا من ساعة ما حسيت ان هو خلاص موضوع العقد ده حالة ميؤوس منها، يعني ايوه. خلاص. حضرتك اصلا العلاقة بدأت ازاي كمدرب لمروان؟ من او هو في النادي الاهلي من حوالي 3 سنين، من 2 سنين و8 شهور بالظبط. ايوه. تمام. من وهو في النادي الاهلي اتعرفت عليه بالصدفه، كان عايز جوانتي حارس مرمى، وانا اصلا مستورد الحاجات دي، يعني تمام. انا معروف قوي في الوسط ان انا مستورد الحاجات دي. ايوه. وكنت في الفتره دي بمرن في الفتره اللي هي بعد الكورونا على طول، اول لما ابتدوا يفتحوا الملاعب والدوريات ما كانتش لسه ابتدت تشتغل، تمام. فكان بتنزل لي فيديوهات ان انا بمرن اجوان محترفين، يعني اجوان اسامي كبيره قوي في الدوري. فقلت له لو انت عايز تيجي اهلا وسهلا، قبل ما اعرف ان هو في الاهلي او حاجه كده. هو تمام. الولد كان شغوف جدا بالتمرين. من ساعتها واحنا بقينا يعني عارف يعني بوندد بطريقه مش طبيعيه، اللي ممتاز هو احنا الاثنين مع بعض بقالنا 2 سنين، يعني اللي هو ما شاء يعني الله. زي اخويا الصغير بالظبط. لو هتتكلم عن إمكانياته هتقول إيه أهم مميزات مروان كحارس مرمى كابتن شريف؟ تمام. هو اول حاجه بيتميز بيها جدا موضوع اللعب بالرجلين. تمام. تمام. ودي اتعلمها على مدار 3 سنين. تمام. دي كان وهو يعني اول لما جه يبدأ معايا، كان كل الموضوع مثلا في ضربة المرمى او الايد ورجل واحدة لجوه وخلاص ونبقى خلصنا. تمام. ابتدينا ان احنا نتعلم تاكتكس ازاي الناس بتشتغل بره، تمام. وابتدينا ازاي نفهم حتى في مصر هنا، في مثلا في وادي دجله تاكس جونياس لما بيطلب من الناس تلعب ازاي، كابتن ايهاب جلال نفسه لما بيطلب من حارس المرمى يلعب، يعني كابتن ايهاب جلال من الناس اللي بتهتم جدا بحارس المرمى ان هو يبقى أي. بيبدا برجليه وكده اهو. في مدربين في مدرب يعني في مديرين فنيين يفضلوا ان الجون يحط واحده جوه باقصى قوه بحيث أي. ان الخطوره راحت خلاص، مظبوط. وفي مديرين فنيين لا يحبوا البيلد اب. تمام. آه. وابتديت اتعلم من كابتن محمد عبد المنصف شخصيا، اللي هو انت ازاي بتشتغل على الحته دي في العمر ده، فلو اشتغلتها مع واحد صغير الاستجابه بتبقى اسرع بكتير جدا عن ان انت تشتغل مع حد محترف كبير او تعلمها لحد محترف كبير. اتعلمنا الحاجات دي، وده على مدار 3 سنين. دي كانت النقطه اللي هي اللي فارقه جدا في السي في بتاع مروان. ممتاز. ايه الخطوة بقى اللي جاية؟ يعني الخطة دي او التور دي مدتها قد ايه وايه الخطوة اللي بعدها؟ التور دي المفروض ان هي ممتدة لشهر ونص. تمام. اوكي. اول 10 ايام في البرازيل تمام. فيهم ماتشين، ماتش اتلعب اللي هو ماتش ضد فاسكو دي جاما، تمام، والماتش التاني ضد فلامينكو ده بكرة ان شاء الله. ما لعبش تمام. الماتش الاولاني؟ لعب الشوط الاولاني، لا. بدأ في الستارتنج 11 ممتاز. في الماتش الاولاني، تمام. وعملوا معاه حديثين صحفيين قبل المباراة، منهم واحد بودكاست كان محطوط لايف بودكاست على الويب سايت بتاع تمام. بايرن ميونخ، اللي هو يعني حديث راديو يعني، كان محطوط على الويب سايت بتاع بايرن. بعد رحلة البرازيل في ايه؟ بعد رحلة البرازيل المفروض ان هو هيرجع على مصر هنا، تمام. هيقعد حوالي 10 ايام، بعد كده هيطلع على المانيا، هيبقى اهم معسكر بالنسبة له ده، تمام. هيبقى 5 ايام. اخر يوم في المعسكر ده هو ايوه ماتش على اليانز ارينا ايوه ضد بايرن اندر 18. تمام. تمام. بعد الماتش بتاع اليانز ارينا ده المفروض ان هم هيسقطوا من الفرقة دي من 6 ل8 لعيبة، تمام. هيبقوا بيدعموا الفرق بتاعت بايرن المختلفة. اوكي. تمام. اللي هو بايرن بي ايوه والبايرن اندر 20 والبايرن اندر 18. تمام. اوكي. وده اللي هم يعني ده البرنامج بتاع السنه دي، كل الفلوس المصروفه عليه من السبونسرز ومن الدعايه ومن الاعلام وكده هو على الست اللي 8 لعيبه دول. طيب تمام. بقيه المجموعه اللي هم ال 14 ل ال 12 يتم ل 14 لعيب تسويقهم بقى؟ هيتم تسويقهم عن طريق بارتنر لبايرن تمام. في امريكا اللي هو اسمه دالاس اف سي.
تمام. تمام. الرحله بتاعت امريكا دي هي هتبقى صعبه شويه ان هم يحققوها، علشان اللي هو الانتقال لامريكا بتاع اللعيبه من مش من مصر بس، من اي حته في الدنيا السنه دي صعب جدا. فهم بيحاولوا يشوفوا لها بديل او بدايل دلوقتي، اللي هو هيبقى تسويق باقي اللعيبه دي هيبقى عن طريق ايه. تمام. بس هم كلهم يعني كل المجموعه بتاعت الاولاد دي تحت مظله بايرن ميونخ، كل لعيب نازل له بروفايل، بلاير بروفايل، بروفيشنال بلاير بروفايل على الويب سايت بتاع بايرن ميونخ. تمام، ممتاز جدا، وانا بحييك على مجهودك معاه، وابعت لنا السلام لمروان لحد ما نقابله ان شاء الله، او لحد ما نشوفه باذن الله نجم في البوندس ليج، وان شاء الله بايرن ميونخ نفسه وينافس نوير، وليه لا. بشكرك جدا كابتن شريف عثمان المدرب لمروان والمتحدث باسمه. بيرلو هيدرب خلاص النهارده، اعلن من جديد بعد ما كان مسك يوفنتوس فتره ما كانتش ناجحه قوي، خد فيها رابع الدوري الايطالي وخرج من دور 16 في دوري ابطال اوروبا، دلوقتي بيمسك فريق اسمه كارا جمرك التركي اللي كان مخلص الموسم اللي فات في المركز الثامن. مارسيلو بعد رحله طويله جدا من التالق والنجاح مع ريال مدريد الاكثر تتويجا ب 25 بطوله، أعلن النهاردة رسميا نهاية الرحلة، وبكرة هيتكرم أمام فلورنتينو أو بحضور فلورنتينو بيريس الرئيس لنادي ريال مدريد. باريس سان جيرمان اتفق مع بوتشيتينو على الرحيل، زيدان هو الأقرب وربما جالتييه مدير فني نيس. أي واحد فيهم لسه ما تعرفش، لأن تقارير بتقول ده موافق، تقارير بتقول زيدان مش موافق، وجمهور ريال مدريد مش عايز زيدان يروح لباريس سان جيرمان عشان العلاقه المتوتره ما بين الناديين تحديدا بسبب امبابي. اما على مستوى دوري الامم الاوروبيه فمن جديد النرويج وتحت تالق لهالاند بتفوز على السويد بنتيجه 3-2، معهم 10 نقاط من 4 ماتشات، المنتخب سجل 6 منهم 5 مسجلهم هالاند، منهم 2 النهارده، والثالث هو اللي صنع، او السادس او الخامس من الستة هو اللي صنعه، يعني ماكينة لا تتوقف نجم مانشستر سيتي الإنجليزي المقبل. في بقى كلام عن الدوري هقوله في وجود النجم هيثم عرابي المدير الرياضي لفريق أسوان، ما هي خطة الفريق الصعيدي الصاعد حديثا للدوري الممتاز من أجل الاستمرار في المسابقة وليس مجرد الظهور والعودة إلى الممتاز به، بعد الفاصل في الماتش مع هيثم عرابي، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. اللقاء ده انا بحبه، سواء جه دلوقتي جه قديم جاي بعدين، لانه دايما لا يخلو من الصراحه، في معلومات كتيره، في اراء قويه وجريئه، وهو الان كمان مختلف لكونه مع صاحب منصب المدير الرياضي في نادي يحبه الجميع، نادي اسوان اللي صعد من جديد للدوري المصري الممتاز. هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي اسوان هو ضيفنا. هيثم ازيك؟ مقدمه جامده قوي، تستاهل احسن اكيد. وحشني هاني، وانت كمان. نجاح لنجاح، ربنا يخليك. سعيد جدا ان انا معاك، وان شاء الله اكون ضيف خفيف على الناس ان شاء الله. اكيد، منور الدنيا كلها. الله يخليك. حاسس ان انا عايز ابدا معاك باسوان، لانه اسوان وحشنا ومبسوطين قوي انه موجود في الدوري، لكن كمان احب اسمع رايك عن المنتخب واللي بيحصل، بس انا هبدا باسوان. ماشي ماشي ماشي. المدير الرياضي لاسوان جت ازاي؟ قبلتها ازاي؟ حصلت في قد ايه؟ احكي لي عن القصه. جالي اتصال من الباشمهندس محمود الشيمي، وهو قاعد مجلس اداره ومنوط بملف الكوره في اسوان. ايوه. ودردش معايا عن فكره الاستثمار، وفكره ان انا ممكن اكون موجود، فكره ان انا يعني قاعد اتكلم معايا هم عايزين يعملوا حاجه كويسه هناك. تمام. فدردش، ممكن دردشه عاديه خالص. الراجل حببني في الفكره. ازاي؟ ايه اللي حببك في الفكره؟ بص، من احسن الحاجات اللي ممكن تحصل لاي حد ان هو يشتغل مع ناس عايزه تنجح. صح. بيدوك المساحه. صح. عارفين يعني ايه تخصص. فلما اتكلمت مع الراجل
لدرجة ان هو لما طلب مني بعد كده ان انا اروح اسوان وما كانش حد يعرف، قعدت هناك اربع ايام عشان نتكلم عن قربه، وقعدت مع مجلس ادارة لقيت نفس الكلام اللي شفته منه في تليفون او سمعته منه في تليفون مع مستر حماده صالح نائب المجلس، الاستاذ ابو الحسن امين الصندوق، مستر سيف، مستر تامر، كلهم لقيتهم عايزين ينجحوا. اما قعدت بقى مع رئيس النادي المستشار الشافعي، حسيت ان في جو شخص محترم، بص فيهم حاجة، أقول لك الحاجة، أنا جاي مرتاح جدا بشكل أنت لا تتخيله. فيهم حاجة خلتني أقبل التحدي، أنا عايز ده، عايز دول الناس تستاهل إنك أنت تحارب معهم. الموضوع مش سهل، الناس كلها بتقول لك الموضوع مش سهل، بس لما تلاقي ناس عايزة تنجح ويدولك المساحة وحاطين إيديهم في إيديك وفي كام حاجة حصلت في الأول كده إدتني إنديكيشن إن ممكن. إيه الحاجات دي؟ لغة الحوار، الأسلوب. بص مدير الرياضي، الناس طب يعني ايه مدير رياضي؟ حلو، ده كان سؤالي اللي جاي. كنت احب اسمع تفصيله معنى المدير الرياضي منك انت تحديدا. مدير الرياضي بقى هو دراع المجلس الاداره اللي بينفذ الاستراتيجيه بتاعه مجلس الاداره في كل حته في النادي، الحته الاداريه، بنايه الفريق، الرعاه، الحته الاعلاميه، الايمج بتاعت النادي، الحته التسويقيه، الكلام ده كله. تمام. مع ان هو بيحط التاتش بتاعه بيتطور المكان كله. ولكن في الاخر انت بتنصح بحاجات معينه في ملفات معينه، واحيانا مجلس الاداره هو لازم ياخد القرار، واحيانا هم بيجوا لك انت في القرار لانك حته التخصص. تمام. شويه. أوكي. فانت من الاخر يعني بتساعد مجلس اداره على النجاح. بس ده طبعا ناس كثيره بتعمله، لكن ناس كثيره ما تدكش المساحه. انا بقى حسيت من كلامي معهم كلهم ان هم عايزين ده. ولذلك بص انا مؤمنين بالتخصص، لان دايما انا قابلت اكتر من مدير رياضي مش على الهوا في جلسات عامه يعني، وبحس ان دايما في مشكله ما بين ان المدير الرياضي مش عارف، مش واخد الصلاحيات اللي لازم ياخدها المدير الرياضي، ما بين ان الاداره شايفه ان ده شغلي وهو شايف ان ده شغلي، فازاي بيتم الفصل مع استمرار العلاقه الناجحه الجيده الانسانيه، لكن كبروفيشنال وايز يعني تبقى ماشيه كويس. عارف المشكله فين؟ إيه؟ الانا. لو انت طلعت الانا من الموضوع، يعني انا بالنسبه لي الموضوع محسوم. بنتكلم مثلا في ملف مدرب، ملف اللعيبه، بنيه الفرقه، ايا كان الملف الاداري، انا بنصح وبقول وجهه نظري وبقول اللي انا شايفه صح، وما بزعلش لو مجلس الاداره ده في الاخر، ده مجلس اداره لازم تفهم ان مجلس اداره في الاخر الكلمه بترجع له. فانت لازم تحترم ده، ولكن هو جايبك ليه؟ هو جايبك عشان انت متخصص في الحته دي وان انت هتنجحه. فبالتالي هو هيديلك المساحه ويسمعك. اما بقى تخش في انك انت تزعل لمجرد ان هو رفض حاجه، فده بالنسبه لي شغل يعني، يبقى انت كده مش فاهم معنى التايتل بتاعك. مفهوم. بس مفهوم. لكن في نقطه ثانيه وهي الاهم من كل ده. هديك مثال بسيط. خد انت انفراد اهو. تمام. انا جيت من اسوان من 3 4 ايام. حلو. كان في جلسه مع المستشار الشافعي، قعدنا مع بعض، كنت يعني طلبت منه وقعدنا نتكلم صراحه شويه فكره المساحه والشغل والكلام ده كله. المنوط من مجلس الاداره بملف الكوره واللي بيتعامل معايا هو مستر محمود الشيمي. وانا بعتبر الراجل ده يعني، انا بقول للناس في اسوان لو يعني الراجل ده شدني ليهم، هم كملوا الباقي، مجلس الاداره كمل الباقي والمستشار الشافعي كمل الباقي. تمام. ودي حته هم ناجحين فيها. اسلوبهم راقي جدا، اسلوبهم هادي جدا. في راحه نفسيه. هقول لك على حاجه. لو حطيت الفلوس، لو انا جاي عندي عرض في فلوس ولكن في مكان في راحه نفسيه وممكن انجح فيه، انا هختار المكان ده. تمام. وده اللي خلاني اقبل المكان ده. اسوان مشكلتها الرئيسيه واللي الناس كلها بتتكلم فيها هي الموارد. ايوه. فاول حاجه انا هشتغلها مع مجلس الاداره، مع ان انا ببني الفرقه والكلام ده كله، ان انا اجيب موارد. فجيت القاهره اول حاجه كنت طيب بدات افكر بره الصندوق. طيب في 2003 عندنا جبت لها مستثمر ممتاز. تمام. هنا بقى بيبان مجلس الاداره. انا جبت حد في خلال 48 ساعه. شرحت الفكره 2003، الراجل وافق. طيب عرضت الفكره عليهم. في خلال 24 ساعه مستر محمود رجع لي. الدنيا تمام. حلو. الناس عايز تنجح، العقد هيتعمل، الراجل هيجي يمضي عقده، يبقى احنا خلصنا ملف. محدش قال مين عمل ايه، لان مفيش وان مان شو. مفيش وان مان شو. مفهوم. انا بطرح. انت لو ما وافقتليش انا مش هعرف انفذ. صح. فاحنا شركه في القرار. مظبوط. احيانا هتيجي تقولي لا، ممكن تكون شايف صوره تانية. وخلي بالك انا عندي قله خبره لسه بالفرقه وبالنادي وبالكلام ده كله. تمام. فانا على الهادي. ولكن في ملف تاني امبارح، انا بقول لك رايح يوم الاربع. مبسوط جدا جدا. دي بدايتك الاربع اللي جاي ده الرسمي، مسافر اسوان. ان شاء الله. جبت شركه كبيره. جدا راعيه. قعدت معاها واتكلمت، وبرده انا بالتليفون شغال. مستر محمود انا هعمل كذا. لازم
انت لازم تحترم الناس عشان الناس تحترمك. أيوه. انت ما ينفعش هم يتفاجئوا بحاجه بره. تاني حاجه والاهم، هم عندهم خبرتهم انت لازم تتعلم منهم، وهم كمان بيدوا لك المساحه لحاجه زي كده. لما تقعد مع الشركه بحجم الشركه اللي انا قعدت معاها وانا هتحفظ عليها لحد لو ربنا كرم بديل يعني، وتسمع خبر حلو ان ممكن ده يتعمل في اسوان، فانا رايح وحاسس ان انا هحارب اجيب حته من السماء. تمام. الناس دي تستاهل. طبعا انا قاعد بخش في كذا حته بس لان انا مبسوط. ايوه مبسوط. انا راجع من اسوان قلت لبابا حاجه واحده بس، قلت له بابا انا هقول لك على حاجه غريبه، قلت له انا حاسس ان انا هنجح في المكان ده بمشيئه رب. الناس دي عايزه تنجح، الناس دي هتحارب معاك. الموضوع مش سهل، لو حد قال لك سهل يبقى هو مش فاهم اي حاجه. تمام. ولكن في احساس كده لما بلمس فيه موضوع، لما بتخشه كده او شغل، اول حاجات بتلمسها هاني بتنور. وربنا قايل لك ايه؟ صح صح. كمل هيثم، انت باين عليك الانبساط من نبره صوتك، من طريقه كلامك، من حتى حركه جسمك يعني، ودي حاجه تكذب على جسمي هاني. ربنا يا رب يكرمك ويسعدك. انت جميل كده. الله يخليك. وبالحر اللي هناك هتخس وتوصل اللي انت عايزه ان شاء الله. انا عادي مبسوط. مجلس الاداره كله هناك يعني قالوا لي ان انا لازم اخس فهخس. امتى اخر مره كنت مبسوط كرويا في خلال مناصبك اللي اشتغلتها في الكورة؟ آخر مرة قبل الانبساط بتاع أسوان ده. بعد تامن صفقة في الأهلي، لما جمهور الكورة كله أو جمهور الأهلي تحديدا حسسني إن أنا قد إيه عملت. كان مين تامن صفقة ده؟ كان آخر صفقة كان أحمد حجازي. تامن صفقة ده اللي هو آخر صفقة. حجازي. دي كانت يعني من اللحظات اللي أنا عمري ما كنت هنساها، لأن حسيت أنت بص أنت لما تحس إنك عملت شغلك والناس قدرته دي بتبقى احلى احساس. عشان كده انا بقول للناس ان ما تشتغلش مع ناس ما بتقدركش. الفلوس مش كل حاجه. الفلوس ممكن تخلص عليك. فانا ده الكونسبت اللي انا رايح بيه اسوان. انا مرتاح نفسيا. كل احد يقول لي الموضوع صعب، صعب هو معلش انا اسف، لما هو انت عايز كل حاجه سهله؟ لا طبعا. طيب النجاح هسالك سؤال بسيط. لما تروح منظومه متكامله وفيها موارد وفيها كل حاجه وتنجح، ما كل ناجح ما منظومه ناجحه، لكن لما تروح منظومه زي اسوان تستحق انك تتعب عليها وتنجح معاها وتشوف الناس في الشارع وتشوف وتنقل مع الناس اللي موجوده اللي عايزين ينجحوا، النادي نقله تانية، طعم النجاح هيبقى مختلف خالص. بعد الصفقه الثامنه اللي اتبسطت فيها بالتقدير، ما اتبسطتش من ساعتها؟ ما تقدرتش تاني؟ عايز ايه؟ بص هاني انا هقول لك على حاجه. انا لو اتكلمت انا مريت بثلاث سنين من أسوأ ثلاث سنين اللي ممكن امر بيهم في حياتي. أني ثلاث سنين دول؟ اللي من بعد الاهلي. اللي من بعد الاهلي. النجاح، النجاح في مصر، وانا اسف ان انا هتكلم بالمنظر ده، مش مبني على المهنيه، مش مبني على التخصص، مبني على علاقات في الجزء الاولاني. واحيانا النجاح بيخوف ناس كتير. واحيانا الناس بتخاف. يعني انا هقول لك على حاجه، هقول لك الكلام ده في مجال الكوره تحديدا. انا بتكلم على الكوره. مش دعوه بحاجه تانية، انا ما دخلتش مجالات تانية. انا قصدي اسمع. لا لا بس انا هقول لك على حاجه تانية. انا جالي نادي دوري ممتاز قبل اسوان، دي مفاجاه بالنسبه لي. ده دلوقتي يعني. والكواليس اللي حصلت فيه كفيله تخليني اخد شنطتي وامشي من مصر. احكي لنا. بص انا هحترم نفسي لان انا متعود ان انا ما بقعد مع حد ما طلعش اسراره او كواليسها، بس انا عايز اقول لك ان اتعلمت كتير الفتره الاخيره، وهي دي كانت تاني مره، ما كانتش اول مره. مع نفس النادي؟ نادي تاني، مكان تاني. في الدوري الممتاز برضو؟ لا لا لا، كانت منظومه كبيره بس يعني ما علينا. ما تحبش تقول اسم النادي اللي كنت هتبقى مدير رياضي ليه واختلفته؟ لا لا. ايه اهم نقاط الاختلاف اللي خلتك تقول انا هسيب مش هتكلم في الكوره تاني في مصر؟ ما فيش اختلاف، ما اختلفناش، احنا اتفقنا على كل حاجه. اختفوا؟ لا، هو 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 في اشخاص اذت. اذت من جوه النادي؟ من بره. من بره. مش عايزين ده هنا. والاشخاص دول كان ليك تعامل معاهم سابق؟ ايا كان. ايا كان. كان ليك تعامل سابق معاهم على ما يبدو. ايا كان. تمام. تمام. فعشان كده انا يعني في كواليس كتيره لو قلتها هتضايق ناس كتير، بس كل اقول لك انا حاطط كل حاجه على جنب ومركز في التجربه اللي انا فيها عشان اثبت للناس اللي اذت انا هو. ان انا اقدر انجح ان شاء الله في اي مكان تاني ان شاء الله. انا مش عارف ليه حسيت، واكيد في غيري حس من اللي بيتفرجوا علينا، انه الموضوع له علاقه باشخاص تعاملت معاهم في الاهلي بوظوا لك الشغلانه اللي كانت جايه لك. مش شرط يكون الاهلي. بص انا بس عايز ابعد عن اسم النادي لان النادي ملوش ذنب باي شيء. تمام. ايا كان هو الاشخاص، ما بقول اشخاص تعاملت معاهم في النادي، ايا كان الاشخاص مين. تمام. انا مش حابب اقحم حد، بس انا عايز اقول لك التجربه كانت سيئه بكل ما تعنيه الكلمه. انا شفت في الاهلي اللي انا عمري ما هشوفه في حياتي. يعني ده بالحلو ولا بالوحش؟ حلو. الحلو. انا قاعد قدامك النهارده بسبب الاهلي. اسوان واخداني بسبب الاهلي. فلذلك انا ما اقدرش مهما حصل يا هاني اتكلم كلمه وحشه على النادي. تمام. و
وبص ولو حصل اكتر من كده هسكت عشان انا شايف الحاجه الحلوه اللي النادي الدهني. ومره تانية في اشخاص كتيره في الاهلي لحد النهارده علاقتي بهم كويسه جدا. أي. وشاكر لهم حاجه كتيره جدا. بس اللي انا شفته الفتره الاخيره كانت سيء جدا يعني. الحمد لله الحمد لله ربنا كرمك بحاجه مبسوط بيها قبل ما تبداها، ودي يعني يا ريت الناس كلها توصل للاحساس ده، فربنا يديمه عليك اكيد واللي جاي يبقى احسن. ملف المدير الفني دايما ملف مش هقول شائك، فكره ان مدير فني يصعد بفريق فبيبقى مبدئيا كده دي بدايه الاحداث. طبعاً. هيكمل ولا هتجيب واحد تاني؟ طيب. فجي مدير رياضي، فايه موقفه من المدير الفني؟ اللي انا اقول لك ده هو اللي حصل بالظبط. طبعا انا طبعا كابتن احمد بيبو هو اللي ماسك الفرقه. طبعا اولا انا ببارك له على صعوده بالفرقه وبشكره على مجهوده وتعبه، وده انا شفته من الجمهور هناك وشفته من مجلس اداره. مجلس اداره اتكلم عنه سواء المستشار شافعي او الاستاذ ابو الحسن او الاستاذ حماده صالح او حتى طبعا مستر محمود من اول يوم وهو بيتكلم عن الراجل كويس جدا، مستر احمد شيمي، فما شفتش منهم حاجه وحشه على الراجل خالص. فانا عملت اتصال بمستر محمود اول امبارح وقلت له انا عايز اطلب منك طلب. قول لي الكابتن احمد بيبو هيثم جاي يوم الاربعاء. طالب يقعد معاك. وما تسمعش اي حاجه في الاعلام. حق الراجل علينا ان احنا نقعد ونسمعه. تمام. ونتكلم معاه. ما ينفعش تحكم على حد. خلي بالك احنا هنا في مشكله كبيره بالنسبه لي. انا ما كنتش هناك، ما شفتش الراجل، شفت بس في ماتشين ثلاثه. أيه. الزمالك، البنك، أيه. مش عارف ايه الكلام ده كله، فعندي وجهه نظر كونتها اوريدي. محتاج اقعد مع الراجل. هقعد مع الراجل، هسمع منه وهو هيسمع مني، وبعد كده هقول راي المجلس الاداره. لان راي المدرب ده تحديدا خلي بالك في لجنه هتتعمل، هيبقى مستر محمود فيها، مستر محمود الشامي رئيس النادي، وانا وفي شخص او اتنين كمان. ففي شخص او اتنين تاني من النادي في معايا حد هيكون في لجنه الكوره. تمام. مين الحد نعرفه وتحب تقول اسمه؟ انا معايا تيم طارق واحمد، دول اللي ما لهمش. وانا عايز اتكلم على حاجه لو تسمح لي. ما اعرفش هينفع اقولها. في ناس فاكره ان انا جاي بالتيم بتاعي ومشي اللي موجودين. تمام. انا بس عايز اقول للناس في اسوان حاجه. في اتفاق واضح بيني وبين مجلس الاداره ان الشغل على الكوادر الاسوانيه. وانا احترمت ده في مجلس الاداره. تمام. حقهم. أي. تمام. لا في تغيير اداري ولا في تطوير للاداريين. تمام. في تطوير لقطاع الكره كله. انا ازاي احكم على شخص او امشيه او اقعده من غير ما اعرف هو بيشتغل ازاي؟ يعني هو ليه لازم تيجي بناسك اللي جايين معايا المساعدين بتوعي؟ لان الملفات كتير قوي. مفهوم. والناس كمان انا شايف ان هو هيضيفوا لي في وعارفين طبيعه شغلك فبالتالي هيساعدوك. بالزبط. هيسهلوا عليك. لكن مش هيلمسوا حاجه. أي. او انا مش جاي المس حاجه بره اللي موجود. انا الاول لازم اشوف كل اللي موجود على الارض. وانا اعوذ بالله من كلمه انا في ناس كتيرة جدا كوادر حلوه جدا هناك انا سمعت عنها. ان شاء الله هشتغل عليها. قعدت القعده مع الكابتن احمد بيبو امتى؟ بالمناسبه انا كلمته يعني مستر محمود اداني التليفون كان هو قاعد معاه. وانا كلمته امبارح. عامله ازاي المكالمه؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس، اخبارك ايه؟ مش عارف. قلت له انا عايز اقول لك حاجه، ما تسمعش اي كلام في الاعلام. فضحك. قلت له بص انا بحترمك جدا، لسه هتشرف اقعد معاك، انا راجل بعمل شغلي باللي انا اتعلمته. الف ب موضوع المدرب لازم اقعد معاك نتكلم. هنقفل على نفسينا اوضه انا وانت ومستر محمود وهنتكلم بالراحه كده في كل حاجه. تمام. انا من الناس اللي بتحب جدا اللي يحصل في الاوضه الكواليس في الشغل تحديدا ما ينفعش يطلع بره. تمام. هقعد اسمعه، عندي بعض الاسئله وعندي بعض الحاجات. ايه اهم الاسئله اللي ممكن تسالها؟ لا ما انا مش هتكلم اسئله ما احنا مش هنعرف اجاباتها. بس. لازم اعمل لازم بس انا بتكلم كمدير رياضي، ايه الاسئله اللي بيبقى محتاج اجاباتها من المدير الفني اللي هيبقى موجود؟ انا لازم اعرف الفيجن بتاعته. التجربه اللي فاتت سلبياتها وايجابياتها. هو شايف التجربه اللي جايه ازاي؟ كام لعيبه عايزه؟ اللعيبه مين اللي هتقعد؟ من حاجات كتيره جدا هو هيقولها نعرف هو باصص لايه وشايف ايه والكلام ده كله. ده غير ان انا عندي تيم طبعا بيدرس كل حاجه حصلت السنه اللي فاتت. تمام. ولكن هي النقطة الأهم بالنسبة لي إنه طموح الراجل يبقى قد طموح النادي السنة دي، واخد بالك؟ سواء هو أو غيره أو الكلام ده كله. وفي حاجات كتيرة مش حابب أتكلم عليها على الهوا بس هقعد أتكلم معاه فيها يعني. كاتب حاجات كتيرة جدا. ولكن هي النقطة اللي لازم الناس تعرفها، أنا لحد اللحظة دي ما لمستش الملف ده. هل لمست ملف الصفقات اللي الفرقة محتاجاها الموسم اللي جاي؟ دي نقطة تانية. إزاي ألمس ملف الصفقات وأنت لسه ما قعدتش مع المدرب؟ مع المدرب. من أكبر غلطة اللي الناس بتعملها هروح أجيب صفقات من غير ما أعرف المدرب مين، ما تفرق. أنا بص كابتن بيبو قعد له وجهة نظر لازم نحترمها، جبت مدرب تاني لازم أقعد أسمع. ومفيش حاجة اسمها مدرب يجيب لعيبة، مفيش حاجة اسمها هيثم يجيب اللعيبة، في حاجة اسمها لجنة. أيوة. وعندنا التيم بتاعنا وبنسأل على كل حاجة وإحنا عارفين إحنا عايزين إيه. بس بتبتدي عند المدرب وبعد كده بتخش في اللعيبة اللي هتمشي واللعيبة اللي هتقعد والكلام ده كله. بس في فريق يبقى لسه صاعد يقول لك هدفي البقاء، يقول لك لا انا صاعد زي فيوتشر كده السنه دي طالع العب افريقيا على طول، انت ايه؟ بص مجلس اداره كان واضح. هم هدفهم الرئيسي السنه الجايه وهيبقى نجاح في ظل قله الامكانيات دي البقاء في الدوري الممتاز. انا عندي هدف
في السنتين الجايين ان احنا يبقى في بقاء في الدوري الممتاز، ونبدا نظبط موارد عشان اللي جاي بعد كده طموحنا يعلى. تمام. وانا في رايي النجاح الحقيقي لاي فرق كوره هي ان هي تغطي مصاريفها، ان انت ما تخسرش وان انت ما تضطرش تمد ايدك، ده بالنسبه لي هو النجاح الحقيقي لفريق كوره. شغلك في التعاقدات وفي العلاقات مع اللاعبين ده ممكن يسهل ضم لاعبين كبار باسعار مش كبيره تليق بامكانيات اسوان؟ بص، ما هو في نقطة أنت لازم تعملها قبل الكلام ده، وده اللي أنا بعمله كام يوم. يعني مثلا أنا طلبت من مستر محمود الشيمي أقعد مع سيادة المحافظ، خاصة لما أنا سمعت هناك إن الراجل داعم دايما وبيعمل خير في النادي كويس، فطلبت وفوجئت بالرد إن هو قال لي هو بس كان عنده حالة وفاة، بقول له البقاء البقاء فقال لي إن هو كلمه وإن أنا أول ما أروح إن شاء الله هيكون في قعدة بيني وبين سيادة المحافظ. طلبت قعدة مع وزير الشباب والرياضة، تمام، وإن شاء الله قبل يوم الأربعاء. الهدف من القعدة دي؟ بص، أسوان أسوان لازم، لا بص، لازم يكون في دعم. أنا هجيب حاجات بره الصندوق. أمام. ولازم برضو بص، ما فيش حاجة باب ممكن أسعاله يقف مع النادي وهسيبه. هحارب، بص، مجلس الإدارة في ظهري بكل ما تعنيه الكلمة، وده كل أنا محتاجه والناس عايزة تعمل. مش هسيب باب لما نحارب عليه. في حاجات بره الصندوق هنشتغل استثمار. عندهم مثلا حاجه حلوه جدا شغالين عليها هم الحقيقه، وحاجه بروميسنج جدا، عندهم 935 متر على ما اعتقد في سور النادي محلات، وجايلهم كذا مستثمر وناس كتير عايزه تستثمر في الموضوع ده. ودي شوف بقى، انا ملف الكوره بتاعي كل حاجه، بس اي حاجه هقدر اساعد فيها النادي هشتغلها. لان نجاحنا نجاح الكل. صح، بس بكل تاكيد. بس وده الصح. ده اللي بينجح اي حد عايز ينجح بكل تاكيد. مين اللعيب اللي نفسك يكون موجود معاك في الفرقه؟ ميسي، بس مش هقدر اجيبه. ممكن. بص، كنت راح اقول حاجه. كنت انا قطعت حبل افكارك. لا لا، معلش، انا اسف. يلا نكمل. هديجي. معلش، هديجي في وسط الكلام. طيب، الفرقه بشكل عام شايف ايه اهم المراكز اللي ممكن انت واحد بيتفرج وشايف الفرقه محتاجه تدعيم واضح؟ انا مش هقدر اتكلم في الموضوع ده هنا دلوقتي، ولكن اقدر اقول لك حاجه. في لعيبه في اسوان حاليا بروميسنج جدا. بروميسنج جدا، انا متفائل بيها. تمام، هنيجي هيبقى في كور اساسي وهنكمل عليه. فكره الغربله وان انا هم ماشي 20 لعيب وجايب 20 لعيب مش تنفع خالص. مش هتنفع خالص. بسبب الامكانيات اولا، ثانيا بسبب امكانيات اللعيبه دي نفسها. في كويسه، في لعيبه ادت للنادي حقها تخش تاخد، وبعدين تستحق الدوري الممتاز. يعني في لعيبه كويسه جدا، انت ازاي تروح ما تديش؟ ما هو بص، ما ده ظلم برضه. صح طبعا، واخد بالك. لكن في حاجات بقى بره الصندوق. في ملعب ان شاء الله من غير مقاطعه رب، من الملاعب اللي انا هلعب عليها جدا الافارقه. افريقيا. يعني انا في عيني على كام حاجه كده ان شاء الله، ومش هتكلف النادي حاجه. تمام. بص، من حاجات ازاي مش هتكلف النادي حاجه؟ لعبتي بقى. لعبتك. تمام. يعني في انا يعني ما ينفعش اسوان بالحاله الماديه اللي هي فيها اروح اقول له هات لي لعيب ب 200,000 دولار. بس في حاجه تانية ممكن تتعمل، بس مش هقدر اقولها على هوا. يعني سرك. مش شغلي. شغلك. شغلي. ماذا لو صدمت بقرار من اتحاد الكره بان المحترفين الاجانب اللي ممكن يلعبوا في الدوري الممتاز السنه الجايه لازم يكونوا لاعبين عدد ماتشات دوليه معينه؟ يبقى قصدني بقى. هم قالوها قبل ما تمسك. أيوة اسوان. أيوة اعتقد. أيوة أيوة. كفكره. بص، هو في لعيبه اصلا احنا عنينا عليها في المنتخبات في حاجات معينه. فعلا؟ خلي بالك، الناس دايما بتدور جوه الصندوق. النجاح الحقيقي في مكان زي اسوان والموارد والكلام ده كله ان انت تطلع بره الصندوق وتاخد ريسك وتجمد قلبك، لان النجاح في اسوان لاي لاعب هيفيد عليك سواء في الملعب وسواء ماديا. أيوة. فبالتالي هتلاقي كتير لعيبه، في لعيبه فري، في لعيبه ممكن تعمل ديل معين مع النادي بتاعها وتجيبها بنسب حاجات معينه، في افكار هتشتغل عليها. طيب، هسيب اسوان بس قبل ما نروح للاهلي والمنتخب احب اسمع رايك. تجربه بالاس، تجربه قلت لي واحنا قاعدين مع بعض المره اللي فاتت انه والدك كان هو السبب رقم واحد في قبولك ليها، ربنا يا رب يحفظه ويخليه لك. لكن التجربه ما وصلتش للمرحله اللي انت عايزها، الصعود للمرحله الاخيره تحديدا. بص، ايه اللي حصل؟ اللي حصل إن اولا انا بالنسبه لي ما كانتش شغل. انا بالنسبه لي كانت رد جميل. انا خدت بريك من حياتي لمده سنه ونص. ورحت اقول للبابا شكرا على كل حاجه. طبعا والدك في الاخر ما ينفعش تقول له كده، بس لان مهما عملت مش هقدر اديله حقه. ولكن حبيت اقول له شكرا بطريقتي. ان هو ايه، انا جيت، هو طلبت اول مره يطلب مني طلب بالمنظر ده. فرحت الفرقه كانت في المراكز اللي تحت فترة العشر سنين 12 سنة اللي فاتوا. تمام. كنا بننافس، كنا الأول لآخر ماتش فرق بونت. وطبعا مصر كلها شافت ضربة الجزاء اللي جت في الدقيقة 90، لو كانت جت كان زماننا صعدنا. أنا أقول لك واقعة غريبة جدا يعني حصلت. أنا يوم كلمت الحكم ما جاش. الحكم ما جاش الماتش. ولو كلمت أقول لك نظرية المؤامرة، ماتش مصيري
وانت فارق بفرق بونت وده اخر ماتش في موسم وهتصعد وعامل فرقه تعبنا عليها بكل ما تعنيه الكلمه تمام واتعمل حاله هناك انا كنت بشوف الفرحه في عيون ابويا والناس هناك انا كنت ببقى فرحان خلي بالك انا ما بحبش السهل الفرحه في عيون الناس تمنها غالي جدا صح. لو انا اقدر عليها بسعى لها في كل اتجاه واسعى لها في اسوان زي ما سالتها في بلاس وانا خدت المشروع دوت بقولت لنفسي انا مش لازم اكون اناني انت في ناس في حياتك برضو لازم ترضيهم عملوا عملوا ليك كتير جدا فبالتالي يعني انا بعتبر انا عملت كل اللي اقدر عليه وكنت احب ان الموضوع يستمر لكن في اسباب كتيره منعتني مشيت طبعا من اربع شهور لكن مشيت وانا سايب على كل الاسباب لا تمام دي بلدك دي بلدك لازم احافظ عليها واحافظ على ناسها وبشكرهم بشكر الجمهور وبشكر الناس هناك جدا اللي بيعطوه لحد النهارده واتمنى اكون سبت حاجه لان احنا اتعملنا موسم بالنسبه لهم تاريخي يعني كان ماشي كويس جدا لكن صح نروح للاهلي ولا المنتخب نروح لاسوان يبقى هختار انا الاهلي دايما انت الاهلي طيب هبدا الاول بتصريحات قالها الكابتن سامي قمصان بعد الفوز النهارده مبروك طبعا للاهلي التأهل الى دور ال 16 من بطوله كاس مصر بعد الفوز على المصري بالسلوم بهدف دون مقابل كانت تصريحات الكابتن سامي قمصان بعد الفوز كالتالي قال انه كاس مصر بطوله كبيره والاهلي استعد لها بشكل جيد هو طبعا قاد المباراه النهارده بديلا لموسيماني المرهق كان مهم التركيز في باقي البطولات بعد خساره دوري الابطال قال خرجنا بعده مكاسب على مستوى النتيجه او تاهيل اللاعبين وتجهيزها خاصه اننا نخوض المباراه المقبله بدون الدوليين بجانب مباريات اخرى مهمه بعدها فكان مهما تجهيز الجميع للفتره المقبله ماتش الاهلي اللي جاي مع اس ان كومباني الاربعاء في لقاء مؤجل قال كان في تنسيق مع موسيماني قبل المباراه من بدايه التدريبات عقب خساره دوري الابطال كنا على تواصل بشان الجدول الموضوع والمباراه الوديه بدليل وجود المساعدين مدرب الاحمال ومحللي الاداء لعبت بنفس طريقه اللعب المعتاده والتغييرات ايضا من مكاسب المباراه عوده بدر بنون محمود متولي مشاركه رامي ربيعه محمد محمود وغيرهم من اللاعبين الذين نسعى لتجهيزهم لعبت بنفس طريقه اللعب المعتاده والتغييرات دي كان قالها في ختام تصريحاته زي ما قلت لحضراتكم الاهلي اجتمع امبارح الكابتن محمود الخطيب الاستاذ ياسين منصور مع مستر بيتسو موسيماني فور وصوله الى القاهره كانت جلسه فيها تفاهم واضح الكلام على مشاكلنا معاك كذا وكذا وكذا راحات طويله جهاز مساعد مش موجود محتاجين نضيف اسم لمدير مدرب عام مع الكابتن سامي قمصان محتاجين نضيف معد بدني لم يعترض على اي شيء لكن طلب ان الموضوع ده يستنى لغايه شهر يونيو وبعدها يبدا يتم الاضافات وده المفروض يحصل خلال الايام المقبله هل معنى القعده الهادئه دي ان القصه حسمت باستمرار موسيماني لا مش معناه ان القصه حسمت باستمرار موسيماني انتظر حتى الاول من يوليو لان هيكون حصل حاجات كتير قوي لغايه 1 يوليو ده ماتش الاهلي مع الزمالك صحيح ماتش الاهلي مع بيراميدز تسلم شركه الكره لمهمتها رسميا فاستنى 1 يوليو عدى 1 يوليو موسيماني موجود ممكن تشوفه لنهايه الموسم مع الفريق عدى 1 يوليو بقرار اخر ممكن يرحل موسيماني كيف ترى كل هذه الاجواء انا شايف ناس مأفورة في موضوع موسيماني يعني. ليه بص هو راجل عنده اخطاء كلنا عندنا اخطاء انا مبسوط جدا ان الكابتن خطيب جاب اهدى شويه في التصريحات انا شايف ان كل ده يرجع لموسيماني لو هدى وقرر ان هو عايز يكمل الحلم بتاعه ويكمل طموحه في الاهلي الراجل واخد بطولتين افريقيا من ثلاثه بنختلف انت متخيل جمهور الاهلي اتنين من ثلاثه افريقيا ومش راضي يعني بس هو ده اللي احنا اتعودنا عليه ان احنا دايما عندنا طموح للاحسن والافضل انا شايف ان وبنخسرش ما ينفعش نخسر لا انا عايز اسمع رايك انت في النقطه دي لانه هي الاول كانت بتتاخد بحافز بعد كده تحولت لنقمه لا انا دي عندي فيها مشكله ليه؟ بمعنى ان احنا من حقنا طموحنا دايما احنا التاني زي الاخير لكن فكره انك تقلبها ان هي فشل فكره بالنسبه لي صعبه مفهوم بمعنى يعني ما تجيش تقيم واحد ماشي كويس جدا واخد هل موسيماني عنده اخطاء موسيماني في الدوري المصري احيانا بيعمل حاجات انا بستغربها وعلى العكس تماما في افريقيا او في ماتشات معينه والكلام ده كله لكن الراجل عمل تاريخ في الاهلي عمره ما هيتنسى ده للكل تمام لكن التعامل معاه في الملف بتاعه مزودينها في الاعلام حبتين يعني انا شايف ان هجوم على كل كلمه بيقولها تربص غير طبيعي باي نتيجه ماتش باداء الكلام ده كله انا حاسس ان هو مطلوب من الراجل يعمل قيمه هل الاهلي ماشي ورا الاعلام ولا الاعلام متوافق في رايه مع الاهلي بخصوص موسيماني الاهلي اللي هو بيجتمع مع موسيماني ثلاث مرات في اخر اسبوع اهو
معناه انه متضايق هو كمان. لو الاهلي ماشي مع الجمهور فموسيماني كان مشى. الجمهور شايف ان الاغلبيه مش عايزه في جزء منه في جزء منه تمام. والجمهور كمان اتعود على النجاحات يعني جمهور الجيل اللي احنا فيه ده اتعود على النجاحات فبالنسبه له هزيمه بطوله او هزيمه ماتش هو شايف فريقه مثالي. ده احيانا بيحط ضغط غير طبيعي على الاداره وعلى الراجل. مظبوط. وهسالك سؤال مره تانية، هل في حد ممكن يقول لي دلوقتي الراجل ما عملش تاريخ في مصر في الاهلي ما جابش بطولات؟ محدش بينكر، بس في ناس بتقول لك الوضع مقلق فنيا. ده انت بتكسب واحنا لازم نسكت. حقيقة. بس مش عارفين نسكت على المستوى اللي بيتقدم. لا هو بس مش بس كده، لا هو في حاجات الراجل بيعملها لازم يهدى عليها شويه. هيبه النادي الاهلي فيها حتت معينه انت ما ينفعش تلمسها. ايه هي؟ بص كتير قوي كلام في الاعلام. في حاجات انا رايي الشخصي ان في حد لازم يقعد مع موسيماني يقول له بص التعامل مع الراي العام دوت هاني له ناسه. صح. تقول ايه وما تقولش ايه. يعني انا عايزك في الحته دي اتحاد الكوره معاك لان حته مهمه جدا حالاً. تمام. فلازم حد يقعد مع الراجل يقول له لا في جمهور في الاهلي في للنادي في حاجات معينه بتقبلها، في حاجات معينه تتقال في الاعلام، وفي حاجات معينه تتقال في الاوض المغلقه. ما ينفعش اي حاجه تتقال. انا ما ينفعش تحت اي بند اقول رايي في رايي في لعيب على الهوا وانا بدربه. يعني في تصريحات كانت بره الصندوق تمام، انا اتضايقت للامانه اتضايقت وحق الكابتن. ايه اكتر تصريح ضايقك؟ بتاع اللعيبه اللي هو انا ما عنديش كان الحاجه على حسام حسن، على حسام مش جوال يعني حسام حسن ومحمد شريف. وفي حاجه تصريحات كده انا ناسيها، بس عايز اقول لك ان يعني خليها في الوضع. بقول لرئيس النادي اقعد قول اللي انت عايزه. يا اما لو انت مش عاجبك الوضع اوكي. ان خيرت دلوقتي استمرار موسيماني ام رحيل الرجل الجنوبي؟ موسيماني مع ان انت تظبط له الجهاز ومع ان انت تقعد تتكلم معاه. وبعدين في نقطه، مفيش حد اكبر من النادي الاهلي ايا كان شخص مين ايا كان اسمه مين يعني. مفيش حد اكبر من النادي الاهلي. بمعنى ان هو لازم يفهم انت في النادي الاهلي انت مش في نادي صغير. فبالتالي انت لازم تقعد وتسمع النادي. دي قواعد ومبادئ النادي لازم تمشي على اساسها. الكبير برئيس النادي للعامل لاي حد بيمشي عليها. انت ما ينفعش تطلع بره. تمام. قبل ما اسيب الاهلي او كاس مصر هروح سريعا لخبر سريع جدا. الزمالك بكره عنده مواجهه مع الداخليه الساعه كام؟ الساعه 8 مش 9 عشان ما تفتحش الماتش الساعه 9 تلاقيه فات منك شوط اول ولا حاجه. الماتش الساعه 8. واعلن جسوالدو فيريرا قائمه الفريق، منهم 11 لاعب من فريق الامل، عاده شيكابالا طبعا مع غياب الدوليين اللي هيكونوا تاني يوم بيلعبوا مع منتخب مصر ضد كوريا الجنوبيه. قائمه الفريق الابيض كالتالي: محمد عواد متوقع ان يظهر غدا اساسيا مع وجود السيد عطيه كبديل. خط الدفاع محمد عبد الغني متوقع يكون موجود لان مش هينفع يحصل تغييرات كتيره. وحسام عبد المجيد غالبا هو اللي هيجاوره في وجود ظهير ايسر محمد عبد الشافي واللي معاه في القايمه عبد الله جمعه، ومعهم في الدفاع محمد طارق وحاتم محمد. في الوسط وده ما فيهوش غيابات كتيره: محمد حسام الدين بيسو لاعب من الشباب، احمد رفاعي ايضا، محمد خضري، محمد اشرف رؤى، يوسف اوباما بنبارك له على المولود ربنا يبارك لك فيه يا رب، اسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا بيعود، اشرف بن شرقي، ايمن حفني، سيف جعفر كان حصل كده تاتش مشده كده بينه وبين رؤى امبارح لكن اتخف يعني اتحلت في النهايه لكن كانت ماسكه شويه يعني. رزاق سيسي. وفي الهجوم يوسف اسامه، السيد عبد الله نيمار، وعمر السعيد. بيغيب بناء على كده الدوليين محمد ابو جبل، الونش، محمود علاء، احمد سيد زيزو، سيف الجزيري في تونس. اصابات بقى: ونجم كدمه في القدم، حازم امام شد خفيف، حمزه المسلوسي التواء في الكاحل، امام عاشور شد في العضله الخلفيه، مع احتمالات ان يغيب عن لقاء القمه لان لسه الشد مش سهله شويه. احمد فتوح لعدم التعافي من فيروس كورونا. الزمالك لغايه دلوقتي بعت شكوى جديده للفيفا ان كهربا ما ردش عليه بسبب الغرامه اللي اقرت من جانب المحكمه الرياضيه لصالح الزمالك. شايف القصه دي ازاي هيثم؟ بص انا ما تابعتهاش الفتره الاخيره عشان بس اكون امين جدا معاك. كنت مشغول في موضوع اسوان شويه فلو ممكن تقول لي اللي بيحصل. الزمالك اتحكم له ب 2 مليون دولار. أوكي. مع غرامات 5% فوائد. أوكي. من 2019 كده وصل كام؟ مش يعني مبلغ يعني. أوكي. بيقولوا يعني ممكن يوصل لغايه 3 مليون. تمام يقال. تمام. كهربا الزمالك بيقول ان هو بيتواصل مستني اللاعب يسدد، ما سددش. وده حكم طبعا نهائي لا رجعه فيه. تمام. اللاعب راجع تدريبات الاهلي، شارك اول تدريبات امبارح، وهو واثق من ان الاهلي هيخليه يكمل حتى لو كان موسيماني مش مقتنع قوي. لكن الزمالك شايف انه التجاهل اللاعب ده يحتم على الزمالك شكوى جديده ربما لتصعيد اكتر وايقاف اللاعب. انا باكد لك ان في الاوض المغلقه هيحصل يعني الاهلي دايما ما بيسيبش حد. لعيبته هيقف هيقعد مع اللعيب بس الاول. انت كده بتتكلم هو بياخد ايه وممكن يطلع ايه وممكن فهيلاقوا حلول. انا متاكد ان هم هيلاقوا حلول. الاهلي ما بيسيبش اللعيبه كده.
لو هو راجع فعلا وخلاص انا بقول لك ان هيتلاقي حل ان شاء الله اكيد من خبرتي في النادي يعني. مفهوم. بس طيب اكيد في شويه اسئله سريعه عن الاهلي اسالك، لكن بعد ما نروح للمنتخب. ماشي. اولا شفت ازاي تعيين الكابتن ايهاب جلال كمدير فني للمنتخب؟ لا بص سيبك، ما انا اسف. انت شفت الاستاذ جمال علام قال قصه تعيينه؟ سالنا المدير المالي، معاك فلوس مفيش دولارات، طب خلاص يبقى مصري. طب انا اسف جدا في اللي انا هقوله ده يعني. وده هنرجع للحته اللي كنا بنتكلم. يا جماعه اي مسؤول رياضي، اي مسؤول بيطلع على الشاشه، اي منظومه بحجم اتحاد الكوره لازم يكون في متحدث رسمي. ما ينفعش اي حد يطلع يتكلم. اللي يطلع يتكلم ده لازم يكون وهو بيتكلم يكون فاهم ما مدى مسؤوليه الكلمه. يعني انا مثلا دلوقتي انا منتمي لنادي اسوان. حلو. انا ما ينفعش اتكلم باسم مجلس الاداره تحت اي بند. مجلس الاداره يتكلم باسمه الا لو هم طلبوا مني. تمام. في لازم يكون فكره ان التعامل مع الراي العام وفي حته حساسه زي كده وانت بتتكلم. وفي نقطه كمان التوقيت، مصر كلها مولعه بسبب ماتش اثيوبيا والدنيا كلها، فانت اسكت ما تتكلمش دلوقتي، اقفل على نفسك وشوف حلول. لان الكواليس اللي طلعت يا جماعه، الكوره في مصر هي فرحه الناس الغلابه والناس يعني المنتخب والاهلي والزمالك والكلام ده كله. فارجو بعدم اللعب بمشاعر الناس. كانت عايز اقول لك في حاله حزن حقيقي، الناس متضايقه حقيقي، حقيقي. انا شخصيا وانا بشوف الحوار الحوار سيء. يعني كل الاحترام للاستاذ جمال وكل الاحترام لمجلس الاداره، بس انا عايز اقول لك حاجه بكل امانه. لو في فير في البلد دي يقدموا استقالته. لو في عدل بسبب ايه؟ ايه من كل الحاجات دي اللي يستحق ان انه لابد من استقاله الاتحاد؟ انت خدت قرار المدرب واهنته في الاعلام وعايز تمشي والراجل راح يلعب. اقول لك على حاجه، اختلف واتفق مع كابتن باي كابتن مفيش مشاكل خالص. بس ما تهنوش. قول هيثم عرابي فاشل في مكانه، قول هيثم عرابي الملف ده مش عارف ايه، بس ما تهنيش. انا اعتقد دي اسرع اقاله في الـ لا في اسرع. ايه؟ كابتن محسن صالح كان مسك قبل كده خلفا للي قبليه مؤقت، اتعين لما كسب كام ماتش راحوا جايبين له كرول برضه، كانت كام شهر. اعتقد في اسرع مين؟ لا في اسرع، في اسرع. هل ممكن اسالك سؤال؟ انور سلامه قعد فتره اقل من شهرين. تمام. هل ممكن اسالك سؤال؟ زمان. انا عمري في حياتي ما شفت الناس بتبني بس هي خلي بالك قالوا مش اقاله، قالوا انتوا فهمتونا غلط ومكمل الا اذا اراد هو الاستقاله لما يرجع. انا عايز اسالك سؤال. انا حاطط نفسي مكان الكابتن ايهاب دلوقتي في الاوتيل، صح، وفي ماتش زي كوريا، صح، يدي ازاي؟ تنصحه بايه دلوقتي قبل ماتش كوريا؟ بعد الماتش قدم استقالتك. بعد الماتش ده مش مناخ انت هتشتغل فيه. وعايز اقول لك على حاجه، مهما عمل هيتحارب، خلاص الموضوع خلصان. بغض النظر تختلف او تتفق معاه، الفتره الجايه مش بتاعته خالص. الفتره الجايه لازم مدرب اجنبي. لازم مدرب اجنبي. وبعدين في نقطه، لو كل مسؤول في البلد دي بيتحاسب، انا اهو راح اسوان اهو، تعالى هاني هاتني اخر موسم وحاسبني. حقك. بدل ما قررت تشتغل في العمل العام، يا اما تبقى قد المسؤوليه يا اما تقعد في البيت. الناس هتنتقدك، احنا كلنا بنغلط يا هاني. لكن التقليل من منظومه زي اتحاد الكوره، انا عارف ان الكلام ده هيزعل ناس كتير. بس انا لازم اتكلم كلمه حق. لازم اتكلم كلمه حق بما يرضي ربنا، لان مع احترامي الكامل مشاعر 70 مليون ولا 80 مليون ولا 100 مليون مش لعبه في ايد حد. ده مش نادي، ده منتخب. وبعدين تعالى هنا، انت ليه ما رحتش وزير الشباب والرياضه وقعدت مع، انا عايز مدرب اجنبي. انا عايز موارد. انت بتتكلم دوله، ما بتتكلمش فرد. الاهم من كل ده، ايه كميه البيانات وكميه التصريحات ومين بيقول ايه وتسريبات وايه ده؟ هل ده كان تعليقك وقت 27 28 بيان طلعهم الاهلي في ظرف اسبوعين؟ دي كيرف بول دي. بص يا جماعه، هاني لعيب 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 لعيب. شفت ازاي كم البيانات اللي طلعها الاهلي؟ الاهلي امبارح عمل مؤتمر صحفي قال فيه كلام، النهارده طلع بيان بمضمون نفس المؤتمر الصحفي. ومن شويه بالمناسبه الاهلي اصدر بيانا او وصفه بالخبر الرسمي وليس البيان، وهو عباره عن ان احنا بننتظر من وزير الرياضه نتيجه التحقيقات بخصوص من اخفى الخطاب الخاص باستضافه ملعب نهائي دوري ابطال افريقيا من جانب اتحاد الكره. كان الوزير اعلن عن لجنه للتحقيق. ممكن بقى نلعب سوا في الحته دي؟ يلا. طيب ايه اللي وصل الاهلي لحاجه زي كده؟ حتى لو انت قلت كتير، ماشي هقول لك كتير، معاك. بس ايه اللي وصل؟ احساس بالظلم. انت بتضطرني اطلع بره العادي بتاعي. انا كاهلي ليا هيبتي. هيبتي دي ما بتروحش للحتت الصغيره بتاعت بيانات والكلام ده كله. لكن انت مش سامعني، فانا هسمعك. انت مش شايفني، فانا هخليك تشوفني. هي دي النقطه. الاهلي وصل لمرحله
ان كمان في تخبط. الكابتن خطيب في المؤتمر قال حاجه ما اعرفش حد الناس لاحظتها ولا لا. باشمهندس هاني ابو ريده قال له حاجه واستاذ جمال علام قال له حاجه عكسها. قال له حاجه عكسها وقالوا له كلامنا احنا الاثنين صح. استاذ جمال قال كده بحسب الكابتن محمود الخطيب يعني. وفي الاخر طلعت كواليس مرعبه. فبالتالي كل اللي اقدر اقوله لك ان الاهلي فعلا طلع بره الصندوق بتاعه ولكن بسبب ان هو ما كانش عنده حلول ثانيه. بس مين اكثر اذا كان خلاص الاهلي اقرنا بانه ظلم في القصه دي، مين اكثر حد ظلم الاهلي في القصه دي؟ اتحاد الكوره، وزاره الشباب والرياضه، هاني ابو ريده، الكاف؟ لا هو الكاف فيه فساد الدنيا يعني. الكاف اللي حصل في موضوع المغرب ده يعني لو انت ترجع سعيد النصير انا اتعاملت معاه رئيس نادي الوداد، شخصيه صعبه جدا جدا. انا قعدت معاه 18 يوم اعرفه كويس جدا، اعرفه عن اي حد في مصر. شخص اولا علاقاته قويه جدا، صوته مسموع بكل ما تعنيه الكلمه، قريب من السلطه. مش سهل جدا التعامل معاه. الراجل طلع في كان في الكاف قالت ان هم كان في السنغال ومش عارف مين. والراجل لا قال لك السنغال انسحبت تقريبا، انسحبت السنغال. الراجل طلع بعدها قال حاجه لطيفه قوي، قال تم التصويت. حتى في كذب. فكانت واضحه جدا يعني الموضوع. بعدين تعالى انا شفت موضوع التذاكر 20,000، هو ده فير؟ ده فير بلاي يعني؟ هو هل ده فير بلاي؟ لاسباب تسويقيه الاتحاد الافريقي هيبقى مهتم ان يكون المدرجات مليئه، فقال لك 10 و10 و20. هاني انا وانت او الناس كلها عارفه ان الاهلي تم بغض النظر عن حصل في الملعب. انا مقتنع اعلان استضافه المغرب للمباراه بعد ذهاب نصف النهائي ظلم. هو ده، هو دي الكور بتاعت القصه. انا بس عايز اقول رساله لاتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه وكل الناس، لما في سواء زمالك او اهلي اي فرقه بتلعب باسم مصر، لو انت ما عندكش ساعه تقف في ظهرها شيل ايدك. شيل ايدك وشيل الملفات وخلي كل واحد يتحمل مسؤولياته. لكن ترميني في النار وتطلع حاجات مش حقيقيه وتسيبني كده وفي الاخر لما يحصل فشل عايز ان انا اشيل الليله لوحدي. لا انا هشاور عليك، وده اللي الاهلي بيعمله. انا هشاور عليك. انا هحطك قدام مسؤولياتك. انا هقول لك انت غلطان. وتاكيد الاهلي على انتظاره نتائج التحقيقات، ده امر مش بس الاهلي اللي مستنيه، كل واحد شغال في الرياضه او مهتم بالرياضه مهم ان هو يكون مستني نتيجه التحقيقات دي عشان يعرف كيف بيدار اتحاد الكره. بالظبط. ومن المسؤول ولماذا قام بذلك. انت عارف الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها مع مستر محمود الشيمي، الباشمهندس محمود الشيمي امبارح. بحكي له بقول له انا عايز اسوان يبقى صوتها عالي. فقال لي يعني ايه؟ كنا بندرج سوا. قلت له واضح ان في ناس ما بتديش الناس حقوقها في الكوره في مصر. ايمج اسوان وشكلها وصوتها هيوصل وهياخد حقه من اي حد موجود في الكوره في مصر زيه زي الانديه الثانيه. وده اللي الاهلي بيعمله دلوقتي. هو الاهلي كان كل اللي عايزه ايه؟ اديني حقي. لكن هتعين حاجات وهتودي وشك الناحيه الثانيه عن حاجات لاسباب غريبه. انا هسالك سؤال ثاني. انا عايش هو اتحاد الكوره بقاله قد ايه؟ بقاله شغال بقاله قد ايه؟ 4 شهور. يناير. من يناير. انت شايف اي خطه اي حاجه؟ لسه، بس قال في قرارات حاسمه مهمه يوم الخميس قد نرى فيها بعض القرارات الخاصه باستراتيجيه الاتحاد. انا استاذ جمال علام له مني كل الاحترام، بس قال جمله مع استاذ احمد موسى. ارجو ان هو انتوا مش انتوا عايزين اجنبي؟ طب انا قلت للكابتن احمد للكابتن حازم والكابتن محمد بركات. انا بس عايز اقول للناس اللي لو الجمهور هو اللي هيدير، لو انت جاي عشان تعمل اللي الجمهور عايزه خلينا في البيت احسن. انا هقعد على الترابيزه. صح. وهقول من خبرتي وهقول من اللي انا اتعلمته وهدير وحاسبني بعد كده. لكن اطلع اقول انا هشوف السوشيال ميديا بتقول ايه وهعمل زيها. طب انت جاي ليه؟ انت جاي ليه؟ انت ممكن تسمع النصيحه. صح. وتسمع ناس كتيره جدا، لكن ليك القرار بناء على رؤيه وتروح تحارب بناء عليها انتخابتك الجمعيه العموميه. بص وبعدين اللقاء اللي حصل ما بين استاذ احمد مجاهد وسيء. سيء واضح. بص مهين للكره المصريه. هقول لك على حاجه، انا كنت حزين. انا حزين ان انا بنتمي لمنظومه بالمنظر ده. فعلا. ولو الدوله لازم تتدخل في رايي الشخصي، لازم سيبك من الكوادر والكلام ده كله، هاتوا ناس مسؤوله. ناس عارفه يعني ايه اسم ايا كان، اهلي زمالك المنتخب الكلام ده كله. عندي خبر يخص المديرين الفنيين المحتملين للمنتخب، وانا بقول كده لان هم اللي قالوا ان في سير ذاتيه رغم ان الكابتن ايهاب جلال لم يتم اقالته. لكن وانا بختم ثواني هاني بس يعني هل خبر زي ده وفي ماتش ماشي اتفضل. هم قالوا علشان لو الكابتن ايهاب جلال استقال نبقى عاملين حسابنا. اللفه جت من هنا. اقول لك بقى انا ثلاث اسئله سريعه. قول. احمد حجازي ترى عودته للاهلي قريبه؟ احمد انا ما اعرفش عشان طبعا انا اضافه كبيره جدا واتمنى احمد حجازي لاعب كبير. لا ما هي احمد من فضلك تعالى اسوان يعني عادي خالص.
بيرسي تاو صفقة ناجحة أم فاشلة؟ أبس أند داونز. تتوقع لها إيه اللي جاي؟ نجاح أم فشل؟ لازم يكمل. لا هينجح إن شاء الله هينجح. ميكي سوني؟ لا لا مفيش أمل؟ مش مقتنع خالص. مش مقتنع خالص. عندنا يعني أعتقد اللي موجود ممكن يدي أحسن. مين اللاعب اللي تتمنى انضمامه للأهلي من الدوري المصري الموسم ده؟ للأهلي ولا أسوان؟ للأهلي كأهلاوي ولأسوان كمسؤول في أسوان. أعتقد إن مش من حقي دلوقتي إن أنا أتكلم عن الأهلي أو. ما أنت لسه يوم الأربعاء تمسك رسمي. لا أنا مسك. لغاية يوم الأربعاء نلحق نسألك عن الأهلي. Life of Future. مين هو؟ Life of Future. مين هو؟ أتوقع معاك وتقول لي أو لأ. أحمد عاطف. أحمد عاطف. أحمد عاطف. مش أنا اللي قلت ده اختيار جه في ودني بس ما سمعتش مين من زمايلي اللي قالوا. بقولك يا أحمد. بقولك يا أحمد ممكن نقعد تروح أسوان يا أحمد ونبدأ من جديد أنا وأنت. أخيرا خبر هقوله سريعا قبل ما نختم مع بعض. طيب. اتحاد الكرة ناقش سير ذاتية وصلت له بالفعل خلال الأيام الماضية تحسبا لاعتذار الكابتن إيهاب جلال عن عدم الاستمرار بعد مباراة كوريا. أبرز هذه الأسماء هو باتريس بومل المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار اللي هو الفرنسي الجنسية اللي بيمتلك أو عنده 44 سنة، وده بيتوافق مع رؤية الاتحاد إن هم عايزين مدرب يبني. في كلام على فايلر، لكن هل هم تواصلوا؟ هل هو هيوافق لو تواصلوا ولا لأ؟ وبرضو كان في مدرب الكاميرون السابق وينفرد شيفر، لكن ده كبير في السن وبالتالي لا يتوافق مع الرؤية. ليه بدأوا يفكروا في أجنبي؟ لسببين، إن هم سمعوا تصريحات وزير الرياضة اللي قال إن أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أدفع من دعم الوزارة لاتحاد الكرة في حالة عدم وجود عملة صعبة داخل الاتحاد. وتاني حاجة إنه يعني النتائج يرى الاتحاد دلوقتي إن ممكن يكون المدير الفني الأجنبي أفضل لعدم تقبل المصريين للمدير الفني المصري. على بخصوص اتحاد الكرة برضو، قرعة نص نهائي ونهائي كاس الرابطة هتتعمل يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. هيثم، أنا كالعادة اتبسطت جدا 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 بالقعدة معك. بتمنى لك كل التوفيق في مهمتك مع أسوان، وإن شاء الله رحلتك أو بدايتك السعيدة دي تكون أسعد وأسعد مع بداية الموسم. أنا بشكرك جدا، وأتمنى أكون الناس ما زعلتش الناس مني، بس أنا كالعادة بتكلم صراحة. وأنا هروح أسوان يوم الأربعاء، هشمر وهحارب وهنافس وهنعمل حاجة كتير حلوة. والحلو في الرحلة يعني صح، بس والنتيجة والنصيب بتاع ربنا بس. صح، ونعم بالله. سلامنا لكل أهلنا في أسوان، واستمتع بالتجربة وربنا يوفقك بإذن الله. قولها أنا قولها لهم بقى بالأسوان I'm coming. أنا جاي. شكرا هيثم، حبيبي. حبيبي، قبل الختام رسالة إلى وزارة الشباب والرياضة، شكرناكم وما زلنا نشكركم على دعمكم لكمال محمد رضا لاعب النجوم، إن أنتوا أكدتوا دعمكم. وقع بحسب آخر معلومة عرفناها وزير الشباب والرياضة على مذكرة نقل اللاعب إلى المستشفى، لكنه لم ينقل حتى الآن. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، هو في حالة حرجة، فأرجوكم لو كان الموضوع السبب فيه ورق وبطء وإجراءات سرعوها بأي طريقة. مادام أنتوا نويتوا فتوكلوا على الله، وأرجوكم الحقوا شخص بيحتاج إلى العلاج وهو واقع تحت مسؤوليتكم، وأنتوا أعلنتم أن أنتوا هتقفوا جنبه. خالص أمنياتنا ودعائنا بالشفاء لكمال ولأي مريض يا رب بإذن الله. تحيات كل فريق عمل في الماتش، وتحياتي هاني حتحوت. غدا لقاء جديد، إلى اللقاء.